صباحكم الله بالخير مشاهدي الكرام، وحياكم الله معانا في هذا الصباح ويوم من أيام الأسبوع، هو آخر أيام الأسبوع. أصبح عليكم جميعا والزملاء خلف الكواليس فردا فردا، والزميلتين العزيزتين اليمين واليسار افتخار وغادة. صباح الخير. صباح الورد وصباح صباح الخير افتخار، صباحكم سعادة مشاهدينا، حياكم الله معانا يوم جديد جميل لعيونكم، نهاية الأسبوع وبداية نهاية الأسبوع، العطلة الواحد يرتاح فيها وكذلك شوية يقعد مع نفسه، يبتعد عن الشغل واللوية والناس، ففيها شوية راحة وسكينة مثل ما يقال. صباح أكيد يا غادة، صباح النور غادة، صباح الخير نواف، وبداية صباح جميل يليق فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا، يا هلا مرحبا فيكم معنا في برنامجنا اليومي صباح الخير الكويت، دائما ننطلق معاكم عند 8 حتى 11 ونقدم لكم كثير من المواضيع، الهدف من اكيد الوعي وتنميه المجتمع للافضل. اليوم مساحتنا الحوار راح تكون بدايتها عند نواف، واحنا تحت الهواء قاعد نسولف، شنو راح تكون مساحتنا الحواريه؟ قال بفاجئكم على الهواء. هي مو مفاجاه يعني بكثر ما هي مفاجاه، لكن الموضوع ممكن يكون تقليدي، لكن إن شاء الله يكون طرحه مو تقليدي، لأن افتخار وغادة وأنا إن شاء الله وياكم مشاهدينا راح نطرحه بطريقة ثانية عن التغيير في الحياة. التغيير سنة الحياة، لكن بعض التغيير لا يجب أن يكون أبدا يعني، وفي تغيير واجب عليك تسويه، وفي تغيير مستحب مثل ما يقولون بأنك أنت تغير من بعض العادات السيئة أو تغير من نمط حياتك إلى نمط أفضل منه. التغيير ومفهومه، أنا بسأل غادة وأسأل افتخار، بالنسبة لك التغيير ضرورة ولا مع يعني وضروري ولازم الواحد يواكب التغيير اللي يناسبه وينفعه. في ناس روتينيين، الروتين هو حياتهم، بمجرد أي تغيير يظهر على هذا الروتين تعتفس الحياة عندهم، ويبي لهم فترة على ما يتكيفون ويتأقلمون مع التغيير. ولكن في ناس تسعى إلى التغيير بشكل أو بآخر حتى ما تظل بروتين واحد أو بنهج واحد، لأنه تمل وما تبي الملل يوصل لها، فبالتالي الملل راح يؤدي إلى وايد أمور ممكن سيئة بالنسبة للشخص نفسه، فعشان كذي يسعى إلى التغيير. وأنا من الناس اللي أسعى للتغيير وايد بشكل أو بآخر، لكن بما يتوافق مع مبادئي، مع تقاليدي، مع وضعي، ولكن إلى الأحسن طبعا وليس إلى الأسوأ. أنا أقول التغيير نواف خلقنا بصفة التغيير، وأتذكر آية في القرآن لا يغير الله قوما حتى يغيروا ما في أنفسهم. اليوم إحنا نتغير حسب البيئة وحسب المكان صحيح. اللي نقول أو الظرف اللي نقع فيه. على سبيل المثال مشاهدينا، أزمة كوفيد-19 يعني شيء كان جديد علينا، ما في عمل، قاعدين في البيت مقيدين، حسينا كلنا أن حريتنا مقيدة، ولكن مع هذا تأقلمنا مع هذا الوضع وتغيرنا صحيح. وغيرنا سيستم حياتنا. مجبر أخاك لا بطل، هذا هو. لذلك الإنسان لازم هذا يتغير، هذا غصب علينا أي لا، بس هو إحنا فينا يعني الحين اللي مو متعود يقعد الصبح، إذا كان زام الصبح مضطر انه يتغير. لذلك التغيير هي صفه فينا، اقول مو شيء جديد علينا ولا شيء نتعلمه، لكن للاسف هناك البعض ما يحب التغيير، يحب حياته مثل ما هي. واحنا خلقنا من الحركه يا نواف، يعني اذا كنت تتحرك وكنت تغير مكانك، تغير اوجه، تغير حتى طريقه الاكل، تحس في راحه وتحس انك انت متزن يعني نفسيا. انا اشوف كذي التغيير. ومن التغيير او تجربه التغيير، تغيير محيطك اللي انت فيه، المكان اللي انت متعود عليه يوميا، يعني تروح المكان، سواء كان نحن رجال ديوانيه او انتم النساء مثلا، اماكن تجمعوا فيها او اي مكان، مش شرط ديوانيه، اقصد التجمعات اللي انت متعود عليها. فاحيانا بعض السلوكيات تنعكس عليك وانت ما تدري تلقائيا صحيح. لانك انت موجود مع هذا المحيط. سلوك اي سلوك يكون ايجابي او حتى سلبي، لكن انا اتكلم عن جانب السلبي. اذا شفت عندك بعض السلوكيات او لاحظت ان الاخرين قاعد ينتقدونك على بعض التصرفات، انظر اولا او شوف، اول ما نتكلم فصحى شوف اول شيء الناس اللي تقعد معهم. بعض التغيير يعني واجب عليك انك تسويه، خاصه اذا كان هذا مؤثر عليك في حياتك، مؤثر عليك حتى في تصرفاتك او على تصرفاتك مع الاخرين. انا اعرف بعض الناس نقاشاتهم جدا حاده وكل نقاشاتهم بالصراخ، فلما اكتشفت المكان اللي يقعدون فيه الدعوه كلها صراخ وصراخ. الاتموسفير يخليهم يصيرون كذي، فعشان كذي البيئة دائما تأثر على أطباعك، على تغييرك، على الوضع اللي تكون فيه. ساعات البيئة اللي أنت فيها تكون محفزة للتغيير وتضطر تتغير، وفي ساعات بيئة لا تكون ثابتة راكدة رازنة ما فيها أي مجال للتغيير، أنت اللي تخلق التغيير لأن أنت تطلع منها. فبالتالي في أوقات يولك ناس في حياتك فجأة يظهرون،
وفجأة يختفون. بالضبط. لأن سبحان الله الله يقدر الأسباب اللي على أساسها أن أنت راح تتغير في هذه المرحلة، أنت راح تدخل في مرحلة جديدة لابد أنك تواكبها من حياتك. فعشان كذي انتقوا الناس اللي تكونون معاهم، انتقوا المحيط اللي تكونون فيه، لأن يا يرك حدر يا يصعدك فوق. اليوم أبواب التغيير كثيرة، يعني إذا تتفقون معي قد تكون كلمة، قد يكون مقطع شفناه في السوشيال ميديا. اليوم نشوف بعض الشخصيات تسمى إنها شخصيات مؤثرة، وبالفعل لأن تأثر هذه الشخصيات في الآخرين، فتشوفين يغير سلوك، يغير أطباع. لكن ليش إحنا نشوف أغلب المتزوجين بعد عشرة صار كأنه في شبه بينهم؟ هو سبب من البداية لانجوج صار واحد، طريقة التون صارت امتزاج. واحدة. يعني على طار الامتزاج يقول لك غلط إن الإنسان مع الآخر يكون هذا الامتزاج ومسايحين على في اختلاف خيل. لازم يكون الاختلاف، لو الاختلاف نصير اقطاب يعني بس متنافرة. دائما المرأة افتخارها تتطبع وايد بزوجها، فتحاول تسايره في امور كثيره وخلاص يصير الطبع فيها. كان امرأة ترى تحافظ على كثير يعني من الاشياء. لذلك التغيير مطلوب، ولكن كلنا نسعى للتغيير الايجابي، التغيير المؤثر، التغيير اللي يغير. احنا قلنا يمكن في مساحات حواريه في الحلقات السابقه عندنا قيم وتربية وعندنا سلوكيات مكتسبة، ممكن هذه السلوكيات اكتسبناها من بيئتنا، لكن بالمجتمع الخارجي ما تمشي هذا السلوك، فلازم احنا نغير، ولكن اكيد التغيير الافضل يا نواف. ختام لهذا المساحة الحوارية القصيرة جدا والدردشة الخفيفة الصباحية مع مشاهدينا، اذا نويت تغير اترك اثر، اثر طيب مو اثر مو زين، عشان يدعون لك ما يدعون عليك. خلونا نشوف مع مخرجنا هذا التغيير، عنده تغيير في الفقرات ولا لا؟ خلينا نشوف. يلا. في حلقة اليوم الدكتورة منار الصقعبي، استشاري أمراض جلدية بمركز عبد الكريم السعيد للأمراض الجلدية. عائشة الحمود، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. صباح الخير، معاكم شيخة المحمد، تابعوني في فقرة ريوق اليوم في برنامج صباح الخير يا كويت. صباح الخير، معاكم علي سالم المحمد، باحث في الزراعة المائية، إن شاء الله راح أكون معاكم في فقرات متنوعة بما يخص الزراعة في دولة الكويت في صباح الخير يا كويت. حياكم الله من جديد مشاهدينا. حالة الطقس المتوقع خلال اليوم والأيام المقبلة نبديها بالطقس الحالي في مدينة الكويت. درجة الحرارة الحالية 39 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 23%، الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة سرعتها 6 كيلومتر في الساعة، الرؤية الأفقية 8 كيلو. ننتقل للطقس المتوقع لمدينة الكويت. نهار اليوم حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة. بالليل راح يكون حار ومائل للحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية وغائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم 46 درجة مئوية، والصغرى 32 درجة مئوية. حالة البحر المتوقع خلال 24 ساعة المقبلة ارتفاع الموج نهارا خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 5 قدم. المد الأول الساعة 8 مساء، المد الثاني الساعة 6:15 دقيقة صباح يوم الجمعة، الجزر الأول الساعة 1:15 دقيقة الظهر، الجزر الثاني الساعة 12:35 دقيقة بعد منتصف الليل. مواقيت غروب الشمس وموعد صلاة المغرب اليوم الساعة 6:33 دقيقة، موعد صلاة الفجر باكر بإذن الله الساعة 3:47 دقيقة، شروق الشمس باكر بإذن الله الساعة 5:14 دقيقة.
الجمعة راح يكون الجو حار وغائم جزئيا ورطب على المناطق الساحلية مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة. الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة العظمى 46 درجة مئوية والصغرى 34 درجة مئوية. السبت شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية. اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية. يوم الأحد شديد الحرارة ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية. اتجاه رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة المتوقعة العظمى 47 درجة مئوية والصغرى 33 درجة مئوية. كانت هذه النشرة الجوية والله تعالى أعلى وأعلم. بنروح معاكم إلى الحالة المرورية مع أكيد نواف وافتخار. شكرا غادة. شكرا على الرطوبة. واضح الرطوبة عنوانها بدت من أمس أعتقد لا بدت عندنا بعد من اليوم وبكثرة. إلى الفقرة المرورية ونشوف الطرقات فيها رطوبة ولا لا. عند العقيد عثمان محمد غريب صبح عليك بالخير عقيد عثمان. حياكم الله صبحكم الله بالخير صبح عليكم وعلى المشاهدين ونتمنى يعني يوم إن شاء الله موفق للجميع وصول جميع وجهاتهم خاصة في عطلة نهاية الأسبوع شوي تختلف النصائح معانا ويختلف يعني تختلف الحركة المرورية. إن شاء الله راح نشوف مع المشاهدين مواقع لشوارع دولتنا الحبيبة الكويت. حياك الله عقيد عثمان محمد غريب. قبل ما نقول نطلع معاك ونعرف حركة الطرقات، هل الأجواء تأثر على حركة الطرقات؟ يعني منذ الأمس بدأت الرطوبة ترتفع ومتوقع هناك ارتفاع أيضا في الرطوبة النسبية خصوصا على المناطق الساحلية. شلون حركة الشوارع؟ ما تكون الحرائق للسيارات أو حرارة الشوارع تكون أقل؟ اسفلت أقصد يعني حرارته أقل مع الرطوبة؟ تكون أقل صحيح تقل الحرارة ويعني نلاحظ في فرق شوي من الحرارة وأنت مثل ما تعرفين يعني الشارع شوي القار مع حرارة الشمس يكون أكثر حرارة فيأثر. فالرطوبة لها دور طبعا حتى في ارتفاع حرارة السيارة مع أحيانا لما تحتر السيارة فالرطوبة تقلل يعني كل ما قلت حرارة الشمس كل ما صار أفضل لسلامة المركبة ولكن تبقى الصيانة الدورية تحمي قائد المركبة وين ما يكون و رغم جميع حالات الطقس السيرفس أو الصيانة المستمرة تحمي المركبة ولكن نبقى نقول دائما نصايحنا بأوقات مختلفة بأوقات الطقس مختلفة سواء مطر صيف غبار رطوبة كلها لها تأثير طبعا مع قائد المركبة. عساك على القوة عقيد عثمان. أكيد افتخار أن التكييف يبرد بالرطوبة. عندك الهواء والتعليق والطرقات واضحة قدامك بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا من غرفة التحكم المركزي بالإدارة العامة للمرور نتعرف على حركة الشوارع ونشوف وين الكثافة وين الانسيابية. ولكن قبل شوي لاحظنا أن الدار الرابع اللي كل يوم نسولف عنه أنه فيه بطء بالحركة اليوم لاحظنا فيه كثافة باتجاه واحد فقط اللي هو باتجاه الشويخ وهذه الكثافة شوي سببت في زيادة في الازدحام في الوقت الحالي ولكن الإخوان في الإدارة العامة للمرور قاعد يتعاملون التعامل الميداني مع تسهيل الحركة المرورية وسبب الكثافة لكن نوضح للإخوان في الرابع كثافة مرورية باتجاه الشويخ وخاصة أن اليوم الخميس دائما متوقع فيه انسيابية ولكن هذه الكثافة بسبب طبعا تعطل مركبة وحادث مروري أثر كله على زيادة الكثافة المرورية تدريجيا وخاصة أن الدار الرابع دائما نتكلم عنه طريق يعني متوقع دائما بأوقات مختلفة الكثافة بأكثر من موقع مثل ما احنا تعودنا ما بين منطقة حولي والجابرية. ننتقل معاكم إلى أيضا اللي هو طريق الغزالي وطريق الغزالي دائما نتكلم عنه في بداية فقرتنا ونسولف على الغزالي وعلى الكثافة الموجودة في الغزالي. الغزالي طبعا باتجاه الشويخ في كثافة مرورية وهذه الكثافة المعتادة وخاصة أيضا الإخوان اللي بيصعد على الرابع من الغزالي راح يلاحظ أيضا كثافة مرورية.
الكثافة سببها في الغزالي عادي جدا وما تأثر على دخولك للغزالي في هذا الوقت، تأخرك يمكن دقائق، ولكن دوريات المرور المنتشرة وغرفة التحكم المركزية اللي احنا فيها يتابعون الحركة المرورية أول بأول والتعامل الفوري مع أي كثافة مرورية. طبعا مقارنة في أيام الأسبوع فقط يمكن اليوم لاحظنا أن الرابع في كثافة، الغزالي هي الكثافة المعتادة، ولكن نبي ناخذ جولة معاكم باجي الشوارع نشوف الانسيابية شلون موجودة. طبعا مثل ما تشوفون خلال هذه الجولة وتشوفون الانسيابية، هذه دليل طبعا على أن الشوارع ما فيها زحمة بالوقت الحالي، ومرتبط هذا الشيء بأكثر من جانب. الجانب الأول هو عطلة الصيف، الجانب الثاني يعني تعطيل عدد كبير من إخواننا المقيمين ومغادرة فترة الصيف، وأيضا البعض من الإخوان المواطنين اللي يأخذون إجازاتهم في عطلة الصيف مع عيالهم حتى لو داخل الكويت، فنلاحظ أن الصبح شوي تقل الكثافة تدريجيا. قاعد نشوف الحركة، ولكن قاعد نشوف بعض المخالفات المرورية. على سبيل المثال يعني بعض قائدين مركبات منشغلين باستخدامهم الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، وهذا شيء يبعد تركيزهم نهائيا عن الشارع، مما يتسبب في حوادث مرورية، يتسبب في عرقلة حركة السير، يتسبب في أيضا مفاجأة الطريق بما يؤدي إلى حوادث مرورية. وقد ينشغل هذا الشخص بالتليفون ويلف يمين، فجأة يلف على الشخص الثاني، والشخص الثاني تفاجأ في السيارة بما يتسبب في حادث لا سمح الله أو كثافة بسبب يعني عدم انتباه أحد قائدي المركبات. لذلك دائما نحرص على موضوع عدم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. مثل ما تشوفون أمامكم مشاهدينا شلون الانسيابية موجودة وشلون الحركة موجودة في أغلب الطرق، ونبقى نأكد ونقول لقائدي المركبات اللي قاعد يطلع متأخر، كل ما وصل مبكر دوامه راح أخر من وقته 10 دقائق، كل ما وصل دوامه قبل 5 دقائق راح أخر نفسه 5 دقائق. بالتالي هذا الشيء اللي قاعد يساهم أولا في ربكتك المرورية والدودة، حالتك حالة تبي توصل بالوقت وتتفاجأ في الحوادث المرورية، تتفاجأ بالزحمة، تتفاجأ في فضول بعض قائدي المركبات، شلون يعني سيارة خربانة صافطة على اليمين، يعني كل سيارة تمر عليها لازم يلتفت يمين ويخفف، يعني هذا الفضول اللي قاعد يزيد من الكثافة المرورية. والله الحمد نشوف اليوم الانسيابية موجودة والانتباه موجود من بعض قائدي المركبات، ولكن مثل ما ذكرنا لكم في بداية فقرتنا طريق الدائر الرابع عليه كثافة مرورية باتجاه الشويخ، وكذلك طريق الغزالي باتجاه الميناء، هذه الموقعين اللي عليهم كثافة مرورية بالوقت الحالي. ومتوقع طبعا بالنسبة للغزالي الدقائق القادمة تزيد الكثافة المرورية، ولكن الرابع متوقع طبعا تقل نظرا للتعامل الفوري، وأن مو من طبيعة هذا الموقع كل يوم هذه الزحمة إلا بسبب طبعا حادث وتعطل مركبة. لذلك نتمنى دائما السلام للجميع، ونأكد نقول دائما حرص الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتنسيق والتواصل مع وزارة الإعلام من أجل التوعية خاصة بأكثر من جانب. وبنحاول أيضا نشوف معاكم في الكاميرات جسر جابر أو طريق شارع خليج، على أساس نحاول قد ما نقدر ناخذ لقطات للبحر ونسولف عن عطلة نهاية الأسبوع وعن مرتادين الشاليهات. يمكن يعني نبي نوخر شوي بكاميراتنا عن الشارع ونحاول نشوف البحر ونسولف عن دور كبير للإخوان بالإدارة العامة لخفر السواحل وجهودهم المستمرة للحرص على مرتادين البحر، وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع تكثر النزهات البحرية، الناس على الشواطئ، الرطوبة أيضا تساهم أيضا في البعض أنه يتجه إلى البحر بعد، فالكل يمكن يتجه أو الأغلب يتجه إلى البحر. فبالتالي نحتاج من مرتادين البحر أول شيء المحافظة على البيئة، هذا شيء مهم جدا. النقطة الثانية الحرص دائما على عدم السباحة في أماكن الممنوعة للسباحة، تكون خطرة للأشخاص، وكذلك أيضا الإخوان اللي بيصعدون طراريد جيتسكي نزهات بحرية، ضرورة الحرص على الأمن والسلامة بجميع الجوانب، لبس اللايف جاكيت اللي هي سترة النجاة، الحرص دائما على متابعة الأبناء وعدم الاعتماد على العمالة المنزلية في متابعة أبنائهم في الشاليه ولا في البحر. كذلك أيضا في نقطة مهمة جدا
نتمنى أن توصل للجميع عدم ترك الممتلكات الثمينة في المركبات اللي بينزل طرادة مثلا ويخلي سيارته ويحط فيها جهازه وأغراضه، فأنت لا تساهم في بعض ضعفاء النفوس اللي يستغلون هذا الشيء بالسرقات. ولكن احنا نقول يقظة رجال الأمن موجودة، ولكن الحرص واجب، ولا تسهل على أي شخص يعني أنك تخلي بسيارتك شغلات مهمة وهذا الشخص لا سمح الله يكسر الجام ولا يحاول سرقة السيارة ويتفاجأ في أشياء ثمينة موجودة بالسيارة. لذلك الحرص واجب، ونتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، ونتمنى عطلة نهاية الأسبوع موفق للجميع إن شاء الله بعيدة عن كل الظواهر السلبية. ونأكد لكم أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة بشكل متواصل مع الإخوان في وزارة الإعلام للتوعية، وكذلك أيضا القطاعات الميدانية المعنية منتشرة وموجودة لضمان سلامة الجميع. مشاهدينا نلقاكم على خير، ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير كويت مع الزملاء داخل الاستديو. شكرا للعقيد عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا للنصائح الذهبية اللي قدمتها. يمكن مشاهدين احنا كل يوم نقدم هذه النصائح والبعض يقول حفظناها، ولكن ذكر فالتذكرة تنفع المؤمنين. يا بالضبط. ومن هذه النصائح اللي عندهم حساسية، وهذه النصائح طبعا مو عندنا، يقولون أهل الطب وأهل العلم، واحنا أيضا ننقلها لكم من باب الواجب، يعني بأن الرطوبة ممكن تصير عنده مشكلة، اللي عنده حساسية الصدر مثلا، جيوب أنفية، وأصحاب الحساسية عموما. فلا تطلع، ما عندك شغل لا تطلع. أكيد. حتى ممارسة الرياضة نواف، يعني في الأجواء الرطبة تختلف عن الأجواء الجافة، ولكن كيف نفتي ومالك في المدينة والموضوع عندك يا غادة؟ بالضبط. يعطيكم الصحة والعافية، ما قصرتوا. يمكن من هذه الأمور اللي احنا تكلمنا عنها بعد بصباح الخير كويت اليوم الصبح عند التغيير والبيئة وغيرها، سبحان الله اللي يدخل مع ناس تلعب رياضة وتهتم بصحتها ونفسها ينسحب معاهم وتتغير حياته ويتغير اللايف ستايل عنده، ويبدي يتبع أنواع الرياضات، يبدي يشرب الماء عدل، يبدي يأكل صح. هذه الأمور الإيجابية الطيبة اللي الواحد لازم يمشي فيها. علشان كذي احنا كلنا كل يوم مع الكوتش علي قاعد نتعلم وايد أشياء مهمة وضرورية حتى نغير من حياتنا، وفي ناس وايد قاعد تتبع مع نفس التمارين اللي يسويها صباح كل يوم في صباح الخير كويت. فعشان كذي إذا بتغيرون للأفضل روحوا للناس الرياضيين. ولا إيش رأيك كوتش علي؟ يسعد صباحك. صباح النور وصباح الخير وصباح النشاط، أصبح عليك زميلتي غادة وعلى سادة المشاهدين الكرام. نعم طبعا ضروري جدا في الاجواء هذه، نفس ما قلنا اليوم ما شاء الله الجو جدا رطب جدا. فممكن ان نمارس الرياضه الخارجيه، فقط انها تكون رياضه المشي بالوقت الصباح الباكر او الفتره المسائيه لما الشمس تغيب. وبالنسبه الى الركض نحاول ان نتجنب الركض، لان الركض راح يعيق عندنا عمليه التنفس، فتكون الرياضه جدا خفيفه وبسيطه في الاجواء الخارجيه تكون كمشي فقط. فعلا هذه النصائح الجميلة اللي دائما توفينا فيها في صباح كل يوم من صباح الخير كويت وتحرص عليها، خذوها وايد ناس في عين الاعتبار وقاعد تتغير حياتهم من وإلى. فبالتالي خليكم مع الكوتش علي اللي راح تكون إن شاء الله حصة الرياضية بعد شوي إن شاء الله بكل الهوى، واتبعوا معاه كل الخطوات. صباحكم الله بالخير أعزائي المشاهدين الكرام، صباح الخير وصباح النشاط، نرحب فيكم في فقرتنا الرياضية الفقرة الصباحية. بالنسبة إلى تمارين اليوم راح نستهدف أكثر من عضلة، ولكن ضروري أن ننوه في طريقة التمرين في الأجواء الرطبة. ممكن أن نمارس رياضة في الأجواء الرطبة، الرطوبة راح تساعدنا على زيادة اللياقة، تقوي عندنا عملية التنفس، ولكن نحرص أن نمارسها في وقت اللي يكون الصباح الباكر الشمس ما تكون قوية أو أنها تكون حارة أو في الفترة المسائية. وبالنسبة إلى الناس اللي عندهم مشاكل كضيق تنفس أو مشاكل بالربو، ممنوع عليهم أن يمارسون الرياضة في الأجواء هذه عشان لا تصيبهم الأزمة التنفس أثناء الرياضة. فممكن نتجنب الرياضة في الأجواء الحارة أو الرطبة ونمارسها في الأماكن المبردة والأماكن المكيفة، وراح نأخذ نفس الفائدة ونفس الطريقة، وراح نتجنب الأعراض الجانبية اللي ممكن تصيبنا مع ارتفاع درجات الحرارة أو ارتفاع الرطوبة. في البداية كتمارين اليوم نحتاج بعض المعدات البسيطة. كتمرين اليوم نحتاج وياكم فقط الدامبل والباند الرياضي، وراح نستهدف تقريبا أغلب عضلات الجسم، بما أن اليوم خميس نبي نحرص أن نشمل جميع العضلات اللي تساعدنا في تقوية الجهاز العضلي. في البداية راح أحرص أن أطبق الإطالة الحركية. لاحظ معي، راح أبدي في المنطقة العلوية، أحرك عندي الأكتاف والظهر
صدر بالطريقة هذه، لاحظ الحركة تكون كاملة ودائرية بالشكل هذا، للخلف تالي أعكس للأمام، الموشن يكون طريقة دائرية، بعدها أعكس عندي السايد الثاني. لاحظ أن الحركة تكون كحركة 360 درجة. الشخص اللي ما عنده مرونة أخذ راحتك أو طبق التمرين بطريقة بطيئة بحيث أن تقدر تأخذ كفايتك، فالبعض ممكن يرجع بالطريقة هذه، فنحرص أن الأكواع والصدر يكون بالشكل هذا بحيث أني أقدر أستهدف العضلات المحيطة في الكتف طريقة كاملة. تالي للداخل، لاحظ أنه أبدي من المنطقة العلوية وأنزل في المنطقة السفلية بحيث أني ما أتخربط أو أني ما أنسى للناس المبتدئة أو الناس اللي أيضا تمارس الرياضة بشكل مستمر. لاحظ أنه أدفع من حيث الحوض، أفعل عضلات الظهر السفلي، الحوض والجلوتس بالشكل هذا. تالي للداخل، عضلات الضامة والعضلات الخارجية للفخذ. تالي أبدل، لاحظ الحركات جدا بسيطة وجدا سهلة، ممكن نطبقهم مو بس قبل الرياضة، ممكن نطبقهم عند الاستيقاظ من النوم. الشخص لما يقعد من النوم يكون متيبس ويكون متكسر ويابس، فهذه الحركات راح تنشط المفاصل وتحرك الجسم بشكل كامل. فراح أبدأ وياكم بالتمرين الأول عن طريق تمارين الدامبل. لاحظ معي أحتاج وزن دامبل عدد 2 في الشكل هذا. راح أبدأ بالطريقة هذه، عندي 5 تكرارات أدفع للأعلى، أثناء الصعود أدفع بشكل كامل للأعلى، وأثناء النزول أنزل إلى مستوى الأكواع. لاحظ بالشكل هذا دفع كامل، بعدها بالطريقة هذه لاحظ معي أيضا 5 تكرارات، نفعل عضلات الأكتاف بشكل كامل 5، بعدها بالطريقة هذه لاحظ المرفق يكون بزاوية 90 درجة، أنزل بطريقة كاملة وأصعد بشكل كامل بالشكل هذا أيضا 5 تكرارات. التمرين هذا جدا ممتاز وقوي، ويقوي عندي منطقة أكتاف لوح الخلف. لاحظ معي أريح، بعدها أخذ البانت. طبعا راح نطبق التمرين بالدامبل من جولة إلى جولتين بحيث أني أفعل ونطبق تمارين الإحماء، بعدها أقدر أبدي بشكل مباشر. التمرين الأول لاحظ معي راح أكون واقف في الطريقة هذه، أسحب البانت بالشكل هذا تمام، وبعدها راح أصعد للأعلى بحيث أني أفعل منطقة الأكتاف. لاحظ معي بالطريقة هذه أصعد بشكل كامل، لاحظ أن الكوع يكون مستقيم، أصعد بطريقة كاملة وأنزل بشكل كامل بحيث أني أفعل عضلات الأكتاف. أيضا عندنا 5 تكرارات جهة اليمين ثم اليسار أو اليسار ثم اليمين ما يمنع. لاحظ معي طريقة كاملة أصعد بالشكل هذا، فعل عضلات الأكتاف، بعدها عندي التمرين اللي يستهدف من المنطقة العلوية من الجسم. راح أكون واقف على الباند من حيث المنتصف، لاحظ معي بالشكل هذا أسحب طريقة كاملة وأنزل بطريقة كاملة، المرفق يكون أعلى من مستوى العادي بالنسبة إلى الأكواع، أصعد إلى أعلى مستوى والسحبة تكون إلى الذقن، أسفل الذقن، لاحظ بالشكل هذا وأنزل بطريقة كاملة، أخذ الموشن الكامل. ضروري أن يكون في انقباض وانبساط في جميع التمارين علشان أقدرني أزيد من الكفاءة وزيادة الكتلة العضلية بالشكل هذا. صعود ونزول كامل، لاحظ معي بعدها أريح. راح نطبق التمرين هذا 5 تكرارات إلى الجزء اليمين واليسار، بعدها 10 تكرارات بالمنطقة العلوية، أقدر أني أفيد المنطقة هذه أو منطقة المثلثات أو الأكتاف، خاصة الناس عندهم مشاكل في المنطقة هذه كمشاكل الرقبة أو مشاكل الأكتاف، ممكن من النوم الغلط أو كثرة الجلوس أو ممكن من استعمال الهاتف. فهذه التمارين راح تساعدني على تقوية العضلات المحيطة في الرقبة وأتفادى المشاكل هذه. بعدها عندنا التمرين اللي بعده اللي راح استهدف فيه منطقة الظهر. لاحظ معي احتاج الدامبل على 2، لاحظ الحين النزول راح انزل في طريقه ديد ليفت، ولكن راح انا انزل بشكل اكبر بحيث اني اقدر استهدف تمارين المرونه في نفس وقت تمارين المقاومه. لاحظ معي انزل بشكل كامل واصعد بطريقه كامله، لاحظ اثناء النزول الكتف يكون في مكانه، لا يصير في مبالغه في مكان الاكتاف تمام، والراس يكون بالطريقه هذه وايضا الصدر يكون للاعلى. لاحظ اني استهدف عضلات الظهر السفليه وعضلات الهامسترينج بالشكل هذا. فبالتمرين هذا استهدف منطقة الكور
أو منطقة الوسط، وبنفس الوقت منطقة الجزء السفلي من الجسم. لاحظ النزول يكون نزول كامل، طبعا يكون هنالك ثناء خفيف في مفصل الركبة، تمام. الشكل هذا أيضا 10 تكرارات، أخذ راحتي في النزول وبالصعود، طبعا ما أنسى عملية تنفس كشهيق وزفير. آخر تكرار بالشكل هذا أصعد لي فوق، بعدها عندي التمرين اللي بعده. التمرين اللي بعده راح استهدف عضلات الظهر بشكل كامل. لاحظ معي راح أميل بالطريقة هذه، تمام، وراح أسحب بالشكل هذا. لاحظ معي أكون مايل عشان يكون واضح للمشاهد. أثناء النزول يكون في انثناء خفيف في النزلة، وضروري أن السحبة تكون كاملة. لاحظ معي بالشكل هذا أسحب بطريقة كاملة وأفرد بشكل كامل. لاحظ أن المرفق يكون ملامس للأجناب، أسحب بطريقة كاملة وأنزل بطريقة بطيئة. بالشكل هذا أقدر أستهدف عضلات الظهر العلوية، تمام. أيضا عندي 10 تكرارات، لاحظ نزول يكون كامل بالشكل هذا وريح. هذا بالنسبة إلى تمرينين، لاحظنا أن استهدفنا المنطقة السفلية ومنطقة الوسط أو الكور، زائد المنطقة العلوية اللي هي عضلات الظهر. راح نطبق التمرين هذا من 3 إلى 4 جولات. وبالنسبة إلى الأوزان، حاول تبدي بالوزن المناسب لك، وبعدها ممكن أنك تزيد وتتدرج. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، نعتذر على الخلل الفني اللي حصل، وخذنا راحة في نفس الوقت ما بعد تمارين المقاومة. فنفس ما ذكرنا في تمارين اليوم استهدفنا عضلات الجسم بالكامل، وراح نختم في إطالات الثابتة. لاحظ معي في البداية راح أبدي بالشكل هذا. لاحظ كإطالات ثابتة راح تساعدني جدا على زيادة المرونة، راح تساعدني أيضا أني أزيد من الحركة أو من المدى الحركي خلال يومي بشكل عام، مو بس بالتمرين. تالي يعكس بالشكل هذا. لاحظ أني أفرد الأكواع بالطريقة هذه، أخذ راحتي في الإطالات، أبدل عندي الإيد الثانية. ضروري جدا أن نطبق الإطالات الثابتة بعد التمارين. لو تأخذ على الأقل في كل سايد أو كل جزء من 20 إلى 30 ثانية يعتبر ممتاز ومثالي وفدنا العضلات. لاحظ معي بالشكل هذا، تالي الداخل بالطريقة هذه، أعكس للداخل
بعدها عندي المنطقة سفلية من الجسم، لاحظ اني استهدف عضلات الكوات او عضلات الفخذ الامامي، ابدل بالجزء هذا، لاحظ معاي احاول اسحب استهدف المنطقة هذه، ودائما استشعر العضلة المستهدفة بالشكل هذا وريح. هذا بالنسبة الى تمارين الاطالات الثابتة اللي اختمنا فيها وياكم. بالنسبة لتمارين اليوم، لاحظنا ان استهدفنا جميع عضلات الجسم، لاحظنا ان نوعنا في التمارين، وايضا لاحظنا ان نفس ما قلنا الاطالات الثابتة في الختام راح تساعدنا على زيادة المرونة. هذا بالنسبة لفقرتنا الرياضية. نصيحتنا لكم، نوعوا في التمارين، دائما جرب اي نوع جديد من الرياضة، اختار مثلا السباحة، المشي، الدراجة، تمارين المقاومة. هذه التمارين والتنوع راح يفيدك مو بس انه كرياضة، راح يفيدك كاستمرارية، راح يفيدك انك تجرب رياضة جديدة، وايضا نفس ما قلنا تفرغ الطاقة السلبية او الضغوطات عن طريق ممارسة الرياضة. هذا بالنسبة لفقرتنا ونصيحتنا لكم، نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة، ونطلع فاصل لتكملة باقي فقرات صباح الخير يا كويت. حياكم الله مشاهدينا في فقرة الصحافة لهذا اليوم والصحف الكويتية، ونبدأها بجريدة النهار والخبر عند غادة. أكيد، وكيل الداخلية يؤكد ضرورة التعامل الراقي مع الجميع والتسهيل على المسافرين. أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس على ضرورة التعامل الراقي مع الجميع والتسهيل على المسافرين، مشيدا بجهود رجال أمن المطار وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة فيهم، وهذا كما عهدنا دائما برجال الداخلية. أكيد يا غادة، ومن النهار؟ نعم، نروح إلى الأنباء. الأنباء تقول ضرورة تطوير تجربة سهل وسهل لأصحاب الأعمال. أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ضرورة العمل على أخذ خطوات تطويرية تسهم في تعزيز تجربة المستخدمين للخدمات الإلكترونية الحكومية للأفراد وأصحاب الأعمال عبر تطبيق سهل وسهل لأصحاب الأعمال، وذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية لرفع مستوى جودة ما تقدمه من خدمات ومنتجات رقمية. بصراحة تطبيق سهل، تطبيق جميل، يعطيك أول بأول شنو المستجدات اللي تقوم فيها أو شو اللي ينزل عندك، ولا شنو الأشياء اللي أنت تبيها من خلال هذا التطبيق السهل. ونرغب بالكثير، يعني من حقنا نرغب بالكثير، وأن كثير من الجهات تدخل في هذا التطبيق وتسهل على المراجعين. إلى جريدة الجريدة، من الأنباء إلى الجريدة التي قالت أن القوى العاملة قالت أيضا توفير الحماية القانونية للعمالة الوافدة وضمان حقوقهم، حيث أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية للعمالة الوافدة وضمان وجود بيئة العمل المناسبة اللي تكفل لجميع العمال الحقوق في مختلف القطاعات، حيث تبذل الهيئة جهودا حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استخدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت. أكيد، بنروح معاكم إلى صحيفة الرأي. تنسيق حكومي لتنظيم الرعي، أكدت الهيئة العامة للبيئة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تفعيل النظام الرعوي الخاص بالحمى الأراضي المحمية المعمول فيها في كثير من الدول العربية، موضحا أن هذا النظام قائم على تحديد المناطق واستخدام الأراضي بطريقة محكومة أو محوكمة ومستدامة للرعي فيها، حيث أظهرت الدراسات أن هذه الأراضي يمكن أن يصل إنتاجها والغطاء النباتي فيها إلى الضعف إذا تحولت إلى أراضي رعوية. نعم، عندنا خبر في جريدة الوسط، وكما عودتنا الكويت تمد يد المساعدة والعون لجميع الدول المنكوبة أو المحتاجة. جريدة الوسط تقول الكويت تستعد لإرسال مساعدات عاجلة للشعب السوداني. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنها بصدد إرسال شحنة مساعدات عاجلة مقدمة من دولة الكويت إلى الشعب السوداني، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية، تضم حوالي 190 طن من المواد الغذائية والطبية. أقول لله الحمد، مثل ما عهدنا دولتنا الحبيبة دائما تقف إلى جانب الدول المحتاجة. بالضبط، وإحنا خلصنا أخبارنا، خلصنا ساعتنا الأولى، ونذهب مباشرة إلى المؤشر، وإن شاء الله سيكون خضر، وعادة الخميس لقراءة تختلف عن الأحد. إلى المؤشر والزملاء في قطاع الأخبار، ونرد لكم إن شاء الله الساعة 10. We'll be right back.
ديوانية التلفزيون، تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. عومة معقولة ومذمومة علامة هذه. الثوب اللي أطول منك يعدك. شلون؟ يعني شنو المثل؟ من طول الغيبات جاب الغنايم. ثوبك من الخام طوله دام الله رازقك، لا تبخل على نفسك. والمثل هذا ينقال نصيحة، بابي صده وبابي رده، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وعاد هذا بالوي منظره وبالقصة مقص. وانت شو تشوف؟ والله أنا أقول بطون الفود ولا ببطون السنانير. وهني ترسي سفينتنا وتبندر. ليوان بيت العثمان، تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. حياكم الله مشاهدينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم في برنامج المؤشر. ومع هذه الفترة الصباحية التي نتابع فيها معكم اخبار الشركات وكذلك ايضا نتابع العروض والطلبات بعد جلسة الامس مشاهدينا الكرام ذات السيولة اللي كانت يعني متراجعة نوعا ما مقارنة بجلسات سابقة 42 مليون، وكانت هذه السيولة لها أثر على 41 شركة بالارتفاع و20 شركة على استقرار، بينما ظلت 62 شركة من شركات السوق على تراجع. هكذا هو الحال، ونرى إن شاء الله في ختام جلسات هذا الأسبوع المتباين بعد قليل إن شاء الله نرى بإذن الله جلسة إيجابية وتعود باللون الأخضر على باقي مؤشرات السوق. قبل أن نذهب إلى زميل عايد وقبل أن نبدأ معكم يومنا في بورصة الكويت، نقرأ معكم شيئا من الصحافة مشاهدين الكرام وأبرز العناوين في الصحف الصادرة في صباح هذا اليوم. بداية من جريدة الجريدة، العنوان الرئيسي على الصفحة الاقتصادية فيها يتحدث عن 7.2 مليون دينار أرباح الصالحية العقارية في النصف الأول وبنمو 18%. كتبت الجريدة حول بيانات الصالحية العقارية، قالت أعلنت شركة الصالحية العقارية تحقيق صافي ربح ب 7.2 مليون دينار بربحية سهم 13.2 فلس للسهم الواحد عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك بنسبة زيادة بلغت 18%. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة غازي النفيسي إن البيانات المالية للشركة تبين ارتفاعا في إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال تلك الفترة من عام 2023 لتبلغ 20 مليون مقارنة مع 17.1 مليون للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة 17%، وذلك بدعم من تدفق الإيرادات من مشروع العاصمة. هذا ما كان من جريدة الجريدة حول أرباح الصالحية العقارية مشاهدين الكرام. أما الأنباء فقد تحدثت عن 4.2 مليون دينار أرباح الاستثمارات الوطنية بالنصف الأول. كتبت الأنباء حول أرباح الاستثمارات الوطنية أنه أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حققت أرباحا صافية بمبلغ 3.2 مليون دينار
الأشهر الثلاث المنتهية في 30 يونيو 2023، وبزيادة نسبتها 193.6% مقارنة عن الأشهر الثلاث المنتهية في 31 مارس 2023. وقال بيان الشركة إن إجمالي الأصول المدارة في نهاية النصف الأول من عام 2023 قد بلغ 1.7 مليار دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 176 مليون دينار. أخيرا السياسة مشاهدينا الكرام، تحدثت أيضا عن وأخبارنا اليوم كلها وأخبار الصحافة كلها عن أخبار نتائج المالية للشركات، عن فيوتشر كيد 30% نمو أرباح فيوتشر كيد في النصف الأول من 2023. كتبت صحيفة السياسة، أفادت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية فيوتشر كيد بأنها أنهت النصف الأول من العام الحالي بتحسن مالي وتشغيلي ملحوظ، واصلت تحقيق أرباح مالية للنصف الأول من هذا العام 2023، حيث حققت الشركة صافي أرباح وبقيمة 819 ألف دينار بواقع 7.4 فلس للسهم الواحد، أي بنسبة زيادتها أو زيادة وقدرها 30%، كما أظهرت نتائج استمرار قوة الشركة مع نمو في الأرباح التشغيلية المحققة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 4.2 مليون دينار. هذا مشاهدي الكرام يعني أبرز ما جاء في الصحافة، وحقيقة هي هذه الفترة فترة إعلانات وبيانات مالية مهمة لدى كثير من الشركات. هناك شركات لم تتحرك لفترة طويلة، ويعني يتأمل أيضا ملاك هذه الأسهم هذه الشركات أن يكون أيضا هناك تفاعل بعد بيانات مالية إيجابية، يعني رأيناها على أكثر من خبر في الشركات التي أعلنت قبل هذا اليوم. إذا مشاهدين الكرام، على بركة الله نبدأ معكم بداية هذا اليوم من أخبار الشركات وعروض وطلبات مع الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت. وصبحك الله بالخير يا أبو عبد الله. صباح الخير رائد، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا رائد، كانت جلسة سلبية للغاية للسوق الأول وتراجعات حادة لمعظم الشركات القيادية باستثناء تقريبا شركتين أو ثلاثة كان لهم وقع إيجابي على حركة مؤشرة وغلصت خسائر مؤشر السوق الأول، لكن السوق الرئيسي ينقذ التجاري قاعد يرتفع ارتفاعات جدا طيبة، لذلك التجاري لعب دورا إيجابيا مع بعض الشركات الأخرى مشاهدينا الكرام، وخاصة مجموعة إيفا النشطة في الأيام الماضية، ولاحظنا التجاري كذلك رفع المؤشر مو أقل من 40 إلى 50 نقطة مشاهدينا الكرام في جلسة الأمس، بعد أن تراجع المؤشر إلى ما يقارب 80 نقطة، لكن عدل التجاري وعدل المؤشر بصورة كبيرة جدا. أما بالنسبة مشاهدينا الكرام لهذه الجلسة، جلسة ختام هذا الأسبوع، في أخبار كثيرة جدا وأغلبها نتائج مالية، والنتائج المالية مهمة مشاهدينا الكرام في الآونة الأخيرة، هي من تحدد مسار كثير من الشركات. يعني عندي تقريبا مشاهدينا الكرام والله أخبار جميعها نتائج مالية، لذلك اختصر الوقت وأذهب إلى قاعة التداول أقرأ الأخبار الموجودة في شريط الأخبار، ومن ثم نعود مشاهدينا الكرام العروض والطلبات اللي بدت للتو. عندي أنا الكوت، انخفاض الأرباح 34% الكوت حققت 3,738,000 أي ما يعادل 37 فلس مقارنة ب 5,690,000 أي ما يعادل 56 فلس النصف الأول من العام الماضي. نابسكو، نمو الأرباح في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 3,839,000 أي ما يعادل 39.6 فلس مقارنة ب 2,977,000 أي ما يعادل 30.7 فلس. كميفك تحقق خسارة 769,000 أي ما يعادل 3.5 مقارنة كذلك بخسارة مقارنة بربح آسف 712,000 أي ما يعادل 3.2 فلس. استثمارات الوطنية، الخبر اللي قريته أبو فهد قبل شوي، لكن عندهم انخفاض في النصف الأول ككل، انخفاض 65% حققت 4,228,000 النصف الأول من العام الحالي 5.3 فلس مقارنة بربح العام الماضي نصف العام الماضي 11,948,000 أي ما يعادل 15 فلس. السينما عندنا نمو في الأرباح 13% حققت 5,542,000 أي ما يعادل 60 فلس مقارنة ب 4,892,000 أي ما يعادل 52.8 فلس. دبي الأولى، انخفاض الأرباح بنسبة 12% حققت دبي الأولى نصف الأول من العام الحالي 778,000 أي فلس وعشر الفلس مقارنة بربح 882,000 أي ما يعادل فلس وعشري الفلس. وبيت الطاقة تستمر بالخسائر، خفضت رأس المال وعنده خسائر كذلك 445,000 أي ما يعادل 9.8 فلس مقارنة بخسارة العام الماضي 11 مليون
1219 أي ما يعادل 54 فلس. عمار تحقق ربحا 872,000 أي ما يعادل 4 فلوس ونص مقارنة بخسارة 181,000 للنصف الأول من العام الماضي. عقارات الكويت نمو الأرباح 61% نصف الأول، حقت 7,617 أي ما يعادل 8.3 فلس مقارنة بربح 4,713 أي ما يعادل 5.2 فلس. والصالحية نمو الأرباح 18% حيث حقت 7,208 أي ما يعادل 13 فلس مقارنة ب 6,133 أي ما يعادل 11 فلس. وكذلك سينرجي تحقق خسارة 248,000 أي ما يعادل فلس وعشر الفلس مقارنة بخسارة 217,000 أي فلس وعشر الفلس. وفيما مشاهدين الكرام الخبر الأخير هو أرزان تحصل على موافقة هيئة أسواق المال لشراء أسهم الخزينة. هذه مشاهدين الكرام طبعا طولنا بالأخبار، أخبار كثيرة جدا وأغلبها نتاج مالية، طوفنا بعض الأخبار كذلك مشاهدين الكرام حتى يكون عندي متسع من الوقت لعروض وطلبات هذه الجلسة. ونأمل دائما التوفيق للجميع المتعاملين في جلسة ختام الأسبوع، ونأمل إن شاء الله أن تكون الطلبات أكثر إيجابية لجميع الشركات، لأن والله لاحظنا انخفاض كبير في أسعار أكثر من شركة، يعني السوق قاعد يصحح بصورة واضحة مشاهدين الكرام رغم ارتفاع بعض المؤشرات على شركات معينة أو شركات خاملة، لكن هناك كثير من المداولين حققوا خسائر في الفترة الأخيرة. على بركة الله مشاهدين الكرام نذهب لعروض وطلبات هذه الجلسة ونشوف معكم السوق الأول ووضعية هذا السوق في بداية هذه الجلسة، خاصة في ظل تراجع الوطني وبيتك بصورة ملفتة في الآونة الأخيرة، رغم أن يوم الأحد القادم هو آخر يوم تاريخ الحيازة لهذه الأسهم وهي محملة في الأرباح. الوطني دينار 30,940، الخليج 257,258، الدولي 164,165، برقاني 99,204، بيتك 847,750، بوبيان 638,635، كذلك الكويتية 138-141، استثمارات وطنية 239-242، مشاريع الكويت 125-124، أرزان 152-152 في بداية هذه الجلسة. كذلك نلاحظ مشاهدين الكرام أعيان 160-161، الامتياز 66-67، عقارات الكويت 164-163، المباني 837-855، تجارية عقارية 105-106، صناعات وطنية 229-232، كيبلات دينار 201 دينار 223، السفن 680-690، بوبيام تكموية 718-719، وجلتي 637-639، وكذلك الزين 517-517، وهيومن سوف 387 373، وألافكو 175-177، والجزيرة دينار 956 دينار 980، وجي اف اتش 85.7 وبوربا 203-198، وربا قاعد يتراجع بقوة في الآونة الأخيرة، تراجعات حادة لوربا مشاهدينا الكرام في الآونة الأخيرة، ورأينا يعني انخفاض كبير لسعر وربا وضغط بيعي واضح مشاهدينا الكرام لبنك وربا. أما بالنسبة لبقية الشركات كميزان 482-494، المتكاملة 396-405، وشمال الزور 194-195، البورصة دينار 956-دينار 980، والغانم دينار 280-دينار 280 في بداية هذه الجلسة. والوضع لحد الآن طيب، الوضع ليه ملحين مشاهدين الكرام طيب للسوق الأول، قاعد أشوف طلبات جيدة، طلبات إيجابية، طلبات فيها يعني قوة شرائية نوعا ما نقول إيجابية، لكن السيولة راح تكون ضعيفة في بداية الجلسة. لذلك مشاهدين الكرام يعني السوق يميل إلى الأول، يميل إلى المنطقة الخضراء مع بداية هذه الجلسة، تعودنا إحنا على المنطقة الخضراء بداية الجلسة ومن ثم تبدأ عملية الضغوط البيعية والتراجعات، لكن نعمل إن شاء الله في جلسة ختام الأسبوع مشاهدين الكرام أن يتغير الحال إلى الأفضل بالنسبة للسوق الأول. شوف معكم السوق الرئيسي اختصارا للوقت مشاهدين الكرام، ونعمل بأن السوق الرئيسي يكون وضعيته أكثر إيجابية لبعض الشركات في ظل يعني بعض التراجعات لشركات كثيرة جدا وصلت إلى مستويات سعرية جدا متدنية. التجاري ما في عرض، الطلب ما في طلب، العرض 730-5000، الخصوصية 104-106، المتحد 259-262، إيفا 172-172 في بداية هذه الجلسة. قاعد نشوف في طلبات جيدة، قاعد نشوف في طلبات جيدة لما الحين على المتحد وكذلك الخصوصية، لا الخصوصية متراجعة، إيفا أعتقد إيفا خفلت 71-72 ما أذكر بالضبط، لكن قاعد نشوف مشاهدين الكرام وضعية جيدة لبعض الشركات في بداية هذه الجلسة. كذلك نلاحظ مشاهدين الكرام الساحل 75.2، 77.4، المركز المالي 103-105، الأولى 55.357، الخليجي 399-399، وكذلك مشاهدين الكرام نلاحظ بعض القوة الشرائية لبعض الشركات في بداية هذه الجلسة لأكثر من شركة، الوضع يعني نوعا ما جيد، نقول نوعا ما جيد. بيان 40-41،
تامكو 99.9 99.9، كذلك بعض الشركات تميل لمنطقه خضراء، وطنيه الدوليه الغامضه 106 110، الصفات 104 106، والله تراجع الصفات بقوه، تراجع في الفتره الاخيره، صكوك 34 35، اللحظ راسيات 143 147، فروق سعريه كبيره جدا، المتحده 53.9 54.5، وطنيه العقاريه 88 88.8، لحد الان شركات كثير لم تعلن، عربيه عقاريه 63.4 63.4، وضعيه جيده عربيه عقاريه، عيال العقاريه 82.7 83.4، كذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام مزايا 48.8 78.7 لمزايا، يعني قاعد نشوف مشاهدينا الكرام وضعيات جيده لبعض الشركات في بدايه الجلسه، وضعيات جيده لبعض الشركات في بدايه هذه الجلسه، منشآت 109 111، منشآت بالمنطقه الخضراء تراجعت امس، منشآت واول امس، دبي الاولى 50 50، منازل 25.4 26.9، طبعا مدينه الاعمال 62.1 64، نلاحظ كذلك الاستهلاكيه 126 126، والتنظيف 28.1 29.2، عربي قابضه المتالقه، عربي قابضه تكسب حكما امس ايجابيا، وتعود يعود شركه لمجلس اداره شركات الضمان 359 359، اريد دينار 72 دينار و90 في بدايه هذه الجلسه، ونشوف معاكم بيت الطاقه 59.8 62، إيفا فنادق 175 174، ومشاعر 60 59، والله بعض الشركات تعود للمنطقه الخضراء في هذه الجلسه، جياد 20.2 20، جياد معروضه فوق المليون فوق ال20، الغابضه المصريه 281 286، ودشينا المزاد في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، الدقيقه الاخيره قصدي، المنار 56 59، منار تحقق نتائج ماليه ايجابيه في بدايه هذه الجلسه، لذلك هي جلسة مشاهدين الكرام خضراء في بدايتها لبعض الشركات، خضراء في بدايتها لبعض الشركات مشاهدين الكرام، والوضع العام ككل جيد، الوضع العام ككل جيد في بداية هذه الجلسة، لذلك أنا قاعد أشوف مشاهدين الكرام الأمور تسير نحو الأفضل لأكثر من شركة، الأمور تسير نحو الأفضل لأكثر من شركة في بداية الجلسة، وقاعد نشوف مشاهدينا يعني شركات أخرى وضعيتها جدا إيجابية، وخاصة يعني شركات النشطة في الآونة الأخيرة، خاصة مشاهدينا الكرام يعني مجاميع إيفا وبعض المجاميع الأخرى وضعيتهم جدا جيدة في بداية هذه الجلسة، لذلك هي جلسة إيجابية، جلسة خضراء بدايتها مشاهدينا الكرام حتى هذه اللحظة، لذلك اللون الأخضر سوف يسطر في نهاية في بداية الجلسة، لاحظ الدخول واضح مشاهدينا الكرام على بعض الشركات في بداية الجلسة، وقاعد نشوف في نشاط واضح على بعض المجاميع، على بعض المجاميع نشاط واضح مشاهدينا الكرام، ومجاميع أخرى يعني وضعيتها جدا جيدة في بداية الجلسة، ولاحظ اللون الأخضر جدا إيجابي، ولكن السيولة 634 ألف 638 ألف حاليا، وعشر نقاط خضراء لمؤشر السوق الأول، 8 نقاط للسوق الرئيسي، وتسعة نقاط للسوق العام، وقاعد نشوف وضعية جيدة، أرزان في المنطقة الخضراء، بنك بوبيان في المنطقة الخضراء، بيتك في المنطقة الخضراء، أعيان كذلك بنشاط واضح، الوطني فلسين صعودا، بيتك بفلس، بوبيان بفلس، يعني نشوف كذلك مشاهدينا الكرام جي اف اتش 17 الفلس، بنك وربا بفلس صعودا، الغانم 3 فلوس صعودا، ايفا بفلس صعودا في بدايه الجلسه، الخليجي 17 فلس الاولى كذلك بتراجع بفلس، ونلاحظ ارتفاع لاكتتاب وارتفاع للصالحيه العقاريه وكذلك لعربيه عقاريه واعيان العقاريه وتجاره والتعمير ودبي الاولى ومنشات ومنازل، هذه الشركات جميعها والسكب كذلك هذه الشركات جميعها في المنطقه الخضراء، استهلاكيه بفلس صعودا، وعربي غابضه كذلك بفلس، والايفا فنادق بفلس، والمشتركه بفلس، فيما تراجعت مشاعر وتراجعت تقدم التكنولوجي واس تي سي كذلك تراجع فلسين، ارزان ارزان تتالق، ارزان هي الافضل مشاهدينا الكرام في بدايه الجلسه، أرزان من مجموعة إيفا هي الأفضل لحد الآن، ودخول واضح لأرزان في بداية الجلسة، عقارات الكويت كذلك أعتقد منطقة خضراء، عقارات الكويت منطقة خضراء 63، أعتقد المجموعة نشط الغاز جاءت تتراجع، جياد تتراجع مع بداية الجلسة، قاعد نشوف مشاهدين الكرام وضعية جيدة لأكثر من شركة في بداية هذه الجلسة، وخاصة لبعض الشركات يعني القياد الغانم يتراجع، أعتقد الغانم يتراجع، لا الغانم ارتفع 4 فلوس، الغانم ارتفع 4 فلوس، وعربية عقارية بارتفاع، وعربي غاري عربية قابضة 360 في هذه اللحظات، قاعد نشوف السيولة قاعد ترتفع إلى دينار و250، وأرزان هي الأفضل بالنسبة لمجموعة إيفا. أرزان هي الأفضل بالنسبة لمجموعة إيفا تداولها 3,467,000 في بداية الجلسة، جياد كذلك مشاهدين الكرام تتراجع بقوة، والاستثمارات الوطنية 239 في هذه اللحظات، السيولة تقفز إلى دينار و300 مليون و300
ونلاحظ مشاهدينا الكرام وضعية جدا جيدة على أكثر من شركة وخاصة مجموعة إيفا فيما تراجعت الاستثمارات الوطنية وارتفعت أعيان فلسين مع بداية الجلسة، وكذلك ارتفاعات جيدة على بعض الشركات. لذلك هي الوضعية الإيجابية مشاهدينا الكرام تتركز على مجموعة إيفا وبعض الشركات القيادية خاصة الوطني وبيتك وبوبيان جميعهم في المنطقة الخضراء، وكذلك هناك أرزان وأعيان وعقارات الكويت، وكذلك بوبيان الكيماويات وزين فلسين وألافكو فلسين وجي اف اتش 17 الفلس وبنك وربا. كذلك مشاهدين الكرام لاحظ استثمارات الوطنية تتراجع، انخفاض الأرباح أثر عليها شوية بالبداية إلى 235 في هذه اللحظات. نلاحظ مشاهدين الكرام ارتفاعات جيدة لبنك وربا. بنك وربا حاليا مشاهدين الكرام 201، بنك وربا يطلب 201 واستثمارات وطنية تعود إلى 232، واكتتاب ترتفع ارتفاع قوي جدا 24.5 فلس مشاهدين الكرام، لاكتتاب صعود قوي جدا لاكتتاب في بداية الجلسة، فلس وعشري الفلس والصفات فلسين في بداية الجلسة، السيولة 1,600,000. نأمل مشاهدين الكرام بمزيد من الارتفاعات خلال ساعات التداول القادمة ونشاط واضح لكثير من الشركات، خاصة لم يتبقى على مهلة القانونية لإعلان النتائج المالية إلا آخر يوم، يوم الثلاثاء القادم 15 من الشهر الجاري، ويوم الأحد القادم إن شاء الله عندي الوطني وعندي بيتك وعندي الغانم، جميع هذه الشركات تاريخ الحيازة يكون في تاريخ هذا الوقت، وعندهم توزيع أرباح 10/10 ب35 للغانم. نأمل التوفيق دائما لمشاهدينا الكرام، نأمل إن شاء الله باللون الأخضر لمؤشرات السوق وكذلك بسهولة إيجابية، وكل الشكر لك رائد وكل الشكر لمشاهدينا الكرام. يعطيك العافية أبو عبد الله. إذا مشاهدينا الكرام نتابع إن شاء الله معكم ختام تداولات جلسات هذا الأسبوع، وفي ساعات التداول القادمة أيضا تتبين أثر هذه السيولة الإيجابية اللي بدأنا فيها افتتاحنا لهذا اليوم. نلقاكم إن شاء الله على خير في الساعة 12:25. دمتم بكل خير ومع السلامة. صباحكم الخير مشاهدي الكرام، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الصباح العالم، هذا الصباح اللي دائما يأتيكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت. صباح الخير فاطمة. صباح الخير، وصباح الخير مشاهدينا في يوم الخميس آخر أيام العمل في الأسبوع قبل العطلة الأسبوعية.
طبعا علشان كذي دائما نبدي وياكم مع خبير الارصاد الجويه عيسى رمضان لنناقش معاه ان شاء الله ابعاد التغير المناخي والاسباب المؤديه لارتفاع درجات الحراره العالميه، الى جانب معرفه مصدر الرطوبه اللي تعيشها البلاد مع اقتراب منتصف اغسطس. رطوبه اليوم نجيبها؟ بالنسبه لي انا زين الجو. لا رطوبه. انت من امس الناس قاعد تقول رطوبه، مع اني ما حسيت فيها، ماذا يمكن جنوب الكويت مبين فيها رطوبه اكثر او المناطق الساحليه. يمكن اي في بعض المناطق نسبه الرطوبه تكون اكثر. اعلى. اي طبعا بجانب طبعا فقراتنا المحليه والدوليه خلال جوله العالم هذا الصباح. اذا نرحب فيكم مشاهدينا من جديد. حاليا العالم بأسرع يمر بموجة حارة شديدة الأثر، للأسف ما نقدر نقول أن القادم سيكون أكثر هدوء، فمع تصاعد متوسطات درجات الحرارة عالميا فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي سندخل إلى عالم جديد تماما، وهذا بحسب تحذيرات العلماء في هذا النطاق. نعم طبعا تعيد او تعد ظاهره التغير المناخي من اخطر الظواهر اللي تهدد الكره الارضيه، طبعا لما فيها من تداعيات اقتصاديه اجتماعيه وسياسيه، ايضا تتزايد مخاطر الوصول الى نقطه اللا عوده وانهيار المنظومه البيئيه. ارتفاع درجات حراره الكوكب اخذه بالاستمرار. الفكره ليست جديده، إذ بدأت تثير خيال البشر منذ العصر الجليدي، حيث تراجع الجليد عن معظم مناطق الأرض، وارتفع بسبب ذلك منسوب المياه ليشكل الجزر التي نعرفها اليوم. إلا أن الارتفاع الحراري الذي يشهده العالم في هذا العصر لهو ارتفاع مصطنع. بدأ الاحترار القياسي للعالم مع الثورة الصناعية التي اعتمدت على الصناعات التي تبعث الغازات الدفيئة في الجو. يقول علماء البيئة والاجتماع إن التغيرات المناخية لها آثار اقتصادية ومن ثم اجتماعية وسياسية داخلية وخارجية. الصراع من أجل الموارد والمياه، النزوح من الأراضي المتصحرة إلى الأراضي الخصبة والمدن، ارتفاع البطالة، الصراع على المياه وغيرها. الأمر الذي دفع الحكومات إلى البحث عن مخرج للمعادلة الصعبة، التوسع الاقتصادي من جانب والاستدامة البيئية من جانب آخر. غابات الأمازون لم تكن بعيدة عن تلك السياسات، فهذه الرئة التي تتنفس الأرض من خلالها تبحث عن حلول ومبادرات تنقذها من الدمار المفتعل الذي يسببه قطع أشجارها. 8 دول من أمريكا الجنوبية اتفقت خلال اجتماعها الأخير على إنشاء تحالف لمكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون، والذي يعتبر خطوة أولى في انتظار القرارات لتطبيقه على الأرض والحؤول دون بلوغ أكبر غابات مطيرة في العالم إلى نقطة اللا عودة. قمة منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون أقرت ما أطلقت عليه الدولة المضيفة البرازيل جدول أعمال مشترك جديد وطموح لإنقاذ الغابات المطيرة التي يعد وجودها أمرا حيويا في مواجهة تغير المناخ. ما بين الطموح والأمنيات تبقى نشاطات أصدقاء البيئة والحكومات الطموحة مستمرة حتى يحسم الخيار مفترق الطرق هذا لصالح الاستدامة ومصلحة أجيال المستقبل. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا وياكم التقرير، ما تزال دول العالم تتعرض إلى طقس وصف بالمتطرف بفعل ظاهرة التغير المناخي اللي باتت تؤثر سلبا على أنماط الحياة والظروف المعيشية بجميع أنحاء العالم. وفي ظل هذه التغيرات كيف
ممكن أن يواجه دول أو تواجه دول العالم تداعيات التغير المناخي والاستعداد كذلك للمزيد من الآثار السلبية لتغير المناخ في المستقبل. للحديث أكثر حول هذه التطورات ينضم إلينا في الاستديو ضيفنا خبير أرصاد الجوية الأستاذ عيسى رمضان. صباح الخير أستاذ عيسى. الله يسلمك إن شاء الله. يسلمك. أقول حق نجيب رطوبة يقول لي أنا مو حاسب الرطوبة. ما هو شوية يمكن الأماكن بيته يمكن شوية بعيد ولا الحين الرطوبة ما أثرت على منطقته. فلما أنت أمس مثلا قلت لي أني طلعت برا وتمشيت بس ما حسيت بالرطوبة. لا. أنا أقرب على البحر حسيت أمس بعد المغرب حسيت الرطوبة حتى تحس فيها إذا بطلت الشفاط ثواني دش الرطوبة بالبيت وتحس أن الرطوبة مرتفعة عندك يعني كانت أمس على البحر لا عالية واليوم الصبح يعني في ناس تقول لك الرطوبة تنزل الحرارة هي تنزل الحرارة ولكن الإحساس فيها كم 50 اليوم 34 درجة مئوية والرطوبة 80 كانت في الأحمدي مثلا درجة الإحساس حق الإنسان العادي اللي كذا 50 درجة 34 رطوبة 80% الإحساس 50 درجة 51 درجة مئوية لا درجة أساس كذي الرطوبة متعبة تكون أنا أمس أنا بحمل حتى يوم طلعت يعني بالليل قضيت كذا مشوار سبحان الله كان طالع درجة الحرارة ولا 42 قلت والله زين الحمد لله رب العالمين نزلت الحرارة يعني ممكن حاليا بالبر توصل 38 37 توصل وحتى اليوم صارت 30 يعني الفجر صارت 30 مثلا وراح توصل تنخفض احنا بدايات خلص انخفاض في درجات الحراره واختلاف في درجات الحراره واختلاف كبير في الطقس ولكن مثل ما قلنا راح اقول لكم اياه بالتالي خلي مساء اعتقد اللي هو موضوع تغير المناخ العالمي هو يمكن اكثر يعني لفت انظار الناس والعالم كلها تاثرت سلبا انتوا شفتوا الفيضانات والامطار ولا يعني شوف اشياء الصين لا حول ولا قوه ترى الانسان ما يحس في خطوره مثل هذا الوضع الا اذا اصيب بهذه الكوارث الجويه اللي قاعده تصير في العالم مثل الامطار او اللي هو شبه التورنيدو اللي صار في الشارجه الامطار اللي نزلت اللي قبل تقريبا 4 ايام قبل فتره زين الصين اماكن ثانيه ارتفاع الحراره اللي هي غير مسبوقه في اوروبا في شمال افريقيا عندنا بالكويت الجفاف الشديد اللي حصل عندنا كذلك احنا من مؤثرات تغير المناخ قبل مثل ما تفضلت واحنا قبل نطلع بالصيف مثلا كنا نطلع عادي احيانا نروح للبحر ونقعد مرات بعد صح. الظهر العصر نتسبح عادي الحين مثلا تحس بالحراره شوف الاشجار اللي بدات تنشف وللاسف ما في التفات يعني من احد لها عندنا هني الكافي الجفاف اللي موجود الشديد نفس العملية عدم ريها وعدم سقيها راح تسبب كذلك الحرارة إذن أستاذ عيسى يعني ارتفاع درجات الحرارة في العالم أجمع هل ممكن أنه يستمر أو أنه مثلا ممكن نشهد مثلا انخفاض في الأشهر القادمة شوف الحين احنا قادمين لأن الفصول تختلف زين ولكن شهر شهرين من ارتفاع الحرارة اللي احنا كذلك كل العلماء متفقين الآن وإحنا كذلك متفقين مع الكل من المتخصصين في الأرصاد الجوية سواء منظمة الأرصاد الجوية العالمية أو اللي هم في تغيرات المناخ المؤسسة المعنية بتغيرات المناخ العالمية كلنا متفقين أن درجات الحرارة على ارتفاع ما هي على انخفاض مستمرة حاليا مستمرة في السنوات المقبلة فترة لا احنا نتكلم عن فترة الفترة الحالية نعم هي شوية مستمرة الآن إلى السنة هذه مستمرة ولكن بعد شهر 8 هنا يبدأ الانخفاض الطبيعي لأن أشعة الشمس زاوية سقوط أشعة الشمس النهار يقصر فهذه مؤثرات طبيعية كذلك تحصل انزين فتنزل حر ولكن الأشعة الشمسية عالي مثلا الآن أوروبا خلص احنا ننتقل إلى فصل الخريف ولكن في النصف الجنوبي راح يبدأ شنو فصل الربيع والصيف هني عندهم كوارث ثانية راح تبدأ في المنصف الكرة الجنوبي راح تسمعون عن حرائق يمكن تصير عندهم في استراليا وغيره فهذا التغير الموجود كذلك الحرائق يمكن تصير في الأمازون زين لأنهم نفس الشيء احنا عندهم فصل شنو عندهم بداية يعني انتهاء فصل الشتاء ويبيدش عليهم فصل الربيع فالتغير اللي موجود في العالم يعني احنا إذا انتهينا من موجة مثلا وموجات الحر راح تبدأ في نصف الكرة الجنوبي وتأثر على مناطق ثانية فهذا التغير الآن يعني خلى جميع العلماء يفكرون احنا شلون نقدر ننزل حتى السياسيين اللي ما كانت عندهم اهتمامات يوم شافوا تاثير تغير المناخ على الاقتصاد على كذلك البيئه بشكل عام على الصحه على السياحه شوف اماكن يعني كثيره
تأثرت. أنا شفت التقارير من فرنسا ومن أوروبا أن في بعض المطاعم بدأت تخسر، ما قام أحد يجيها مثلا لأن بسبب ارتفاع الحرارة، وكذلك مشكلة المواصلات وارتفاع أسعار النفط، خلنا نقول هذا الشيء، ولكن بسبب ارتفاع درجات الحرارة ما خلت الناس مثلا تنتقل إلى مناطق ثانية، خاصة أن في في بعض الفنادق في الدول الأوروبية يعني ما يكون فيها تكييف، لأن يعني الدولة تكون أصلا باردة، فبالتالي السياحة نفس ما قلت أستاذ عيسى تأثرت. مثل ما قلت الآن كثير من الناس حتى من الكويت رجعوا، مثلا كانوا في إسبانيا قالوا يبا احنا جايين يعني حاشين من الحر ونروح مثلا إسبانيا، وإسبانيا جت لهم موجات حارة مرتفعة فيها، خاصة الأسبوع اللي طاف مثل الأسبوع اللي طاف. في المقابل في بعض الدول الخليجية كان الجو عندهم معتدل وجميل، يعني في بعض مناطق المملكة العربية السعودية يعني مثل جنوبها يعني كان فيها الجو شوف هذا التغير اللي يحصل، هذا التغير اللي راح يحصل في الدول العالم، ان في مناطق راح تتاثر ويمكن تتعدل اجواءها وتصير افضل بالنسبه حتى لامطار كذا، ولكن مناطق ثانيه راح تتاثر بجفاف وكذلك انقطاع كميه الامطار مثل ما صارت السنه. الشيء الغريب عن تغير المناخ، مثلا في بعض الدول اللي هو في شمال افريقيا زين، مع الموجة الحارة انتقلت عبر البحر المتوسط إلى فرنسا، بدأت تذبح شنو أشجار نباتات اللافندر اللي هو الخزامة، فشوف تأثيرها. فانتقال هذه الحشرات، انتقال ممكن اليراد، تخيل انتقال اليراد إذا ارتفعت درجات الحرارة مثل في أوروبا في سنوات، وإذا صار في تيارات هوائية تحمل اللي هي هذه الكميات من الجراد مثلا، بدل ما كانت تكون بالصحراء تشوف لها الأماكن الخضراء وتشوف اللي هو التيار الدافئ، يمكن تنتقل إلى المنطقة فتأكل محاصيلها، تأثر على كذلك اللي هو الموارد الغذائية، تأثر علينا بشكل عام. إحنا مثلا استهلاك الطاقة الكهربائية في العالم يعني، ولازم نجد طاقات بديلة، طاقات أساس إن نوفر الكم الهائل مع ارتفاع نص درجة مئوية، وإحنا قاعد نقول نص درجة شو تسوي فينا، فما بالك درجة ونص عن المعدل العالمي اللي يعني كان، اللي كان قبل الثورة الصناعية في 1800 وتقريبا. طيب 70 أستاذ عيسى، يمكن احنا العام لاحظنا من خلال درجات حرارة المرتفعة ان بعض الدول في اوروبا يمكن حاشها جفاف، الهايدبارت صارت تقول حديقة رمثية، ما ماكو بلقى وهذا الصج اللي كان زين. اي نعم. تشوف مثلا بعض الانهر اللي نزل منسوبها السنه، سبحان الله ما شفنا هذا الشيء. شوف هو يعتمد على التيارات النفاثه اللي هي تحرك كل نظم الضغط الجوي، وهذا نفس الامل الحين تقول هالشيء، لان العام الماضي المنطقه هذه اللي تاثرت بقله الامطار زين تحركت المنخفضات شمال اكثر، فقلت حتى كميه الامطار اللي تقضي هذه الانهر ونزين، وحتى كذلك بالنسبه للثلوج خلال الموسم اللي قبله اللي شنو تذوب وتصير حق الانهار، يعني كل الانهار من من الجبال الموجود عليها الثلوج وكذا تذوب وتيها، وهذا شيء طبيعي الى توصل الى البحر. ولكن لما تقل كميه الثلوج مثلا بسبب ارتفاع الحراره خلال فتره الشتاء وما تنزل كميات كبيره من اللي هي الثلوج عليها، تقل كميه الامطار الموجوده في الانهار وتأثر سلبا على حركة الملاحة وعلى مصادر المياه الشرب وغيره وعلى الزراعة، لأنك قاعد ترويها. مثل ما نشوف هذه الصور الجفاف اللي صار في كذلك في العراق، اللي صار كذلك في سوريا، في مناطق كلها صحيح أنه كان في سدود تأثر تقلل كمية المياه اللي على توصل حق شط شو اسمه الفرات ودجلة، ولكن نفس العملية قاعد تأثر سلبا على الناس والمحاصيل الزراعية وانقطاعها، راح تأثر سلبا حتى يمكن تقوم حروب، لأن كل واحد يقول لك لا أنت سديت عليه. ونفس اللي قاعد يحصل في النيل مثلا، نهر النيل الآن والسدود اللي موجودة في أثيوبيا ايش راح تأثر سلبا على مياه النيل، على مثلا السودان، على كذلك مصر، إن شلون إذا قلت كمية اللي هي المياه راح تأثر 100% على المحاصيل الزراعية. فهي يعني أصلاً حالياً سيستم ونظام يعني خلافات حول يعني سد النهضة يعني المشترك بين القاهرة وأثيوبيا. يعني أستاذ عيسى، يعني أمام هذه الظواهر اللي نقول أنها غير طبيعية يعني على العالم، منظمة الأرصاد الجوية العالمية يعني أصدرت تحذير لدول العالم أن يعني العالم مقبل على درجات حرارة مرتفعة، والعالم مقبل على ظاهرة جفاف أيضا غير عادية. كيف ممكن لدول العالم أن تواجه هذه الظاهرة يعني الطبيعية ولكنها
يعني بالنسبة لكثير من دول العالم هي غير طبيعية. مشكلة إحنا ما نقدر الآن نصلح ما خربنا. يعني أنا مرات أقول إحنا بدينا خربنا خلاص. انت ارتفعت درجات الحرارة والتأثير. إحنا كبشر يمكن الطريقة اللي راح نقلل فيها الآن بعد ما دمرنا، بعد ما قطعنا الغابات، بعد ما ارتفعت كمية كبيرة من النسب اللي هي موجودة في الغلاف الجوي اللي سببت لنا كذلك زيادة ارتفاع الحرارة، اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، الميثان كذا. احنا لازم نعدل عد وحساس نشوف آثار الإيجابية. لازم سنين نحتاج. مثلا احنا كنا نقول سنين خل نزرع، وين شفنا الزراعة؟ احنا بالكويت مثلا ما زرعنا، زين ولا راح نزرع. لا ان شاء الله، يعني احنا الان الحين شوف ايش راح يصير. راح يصير قصب ان لازم نزرع عشان نحل مشكله قاعده نعاني. خليك متفائل. وراح تصير المنظمات العالميه متفائل. وكذلك الامم المتحده تطلب من الدول مثل ما تشوف سعودي يضحك ما يخالف انت مثل ما قلت، ولكن خلينا نتفائل. لان تبي شنو لما انت مجبر تسوي شيء ولا انت تتجه الى اتجاه يدمر بيئتك، ولا انت تقعد تصحى وتفيق من النوم اللي انت كنت فيه وتشوف انت لازم تضع حلول. احنا قاعدين نزرع، منو يروي هالزهر؟ اي هذا اللي احنا قاعدين نشوفه، قاعد تشوفه بالشارع انت. انا اعتقد تبي شنو يعني نقول الان اخوي نجيب، نقول شنو؟ نقول لازم نضع خطه من الان حتى حق الفترة القادمة. تكفى صار لك 5 سنة تقول لازم نضع خطة. ما أنا لازم إحنا كذلك نوجه يعني سؤالنا لإخواننا في أعضاء مجلس الأمة، في كذلك الجهات المسؤولة، هيئة الزراعة، الوزارات الأشغال اللي هي تمد هذه المياه، كذلك البلدية باهتمامهم. يعني إحنا لازم يسألون كذلك على هذا الشيء ونحط حلول. إذا ما بدينا نحط حلول مثل ما شفنا الجفاف، إحنا الجفاف كان الرطوبة النسبية 4% الصيف هذا، 14% معظم فترات النهار. يعني الجفاف حرق حتى الأوراق، إنزين حتى لو الآن تسقي الأشجار، ولكن شنو الشجرة تكون ظل حية. مو أنك أنت تقطع تشوف الشجرة نشفت حس بالك أنت ماتت، ولكن أنت هذه المبادرات اللي إحنا لازم نسويها. كثير من الحالات الحين المتطوعين قاعد يسوون شيء يمكن أكبر من كذلك بعض الجهات، وهذا لازم إحنا كذلك نشوف شنو الأسباب الأخطاء اللي عندنا لازم نحلها. أعتقد حان الوقت إن إحنا نبدأ نغير هذا الشيء ونشوف ونصحه. خلاص بدينا الآن نصل إلى مرحلة أن كل دول العالم قاعدة تتأثر سلبا، وإحنا قاعد نشوفها يعني شلون تأثيرها. فبدون التشجير عندنا بالكويت صراحة والحرارة على هالارتفاع، ترى يعني خلنا نتحمل إذا انقطعت الكهرباء ذيك الساعة، ونشوف في بيوتنا هذه اللي كلها اسمنت شلون راح نعيش فيها. ترى ساعة ساعتين ثالث ساعة أنت نحشت برا بنحاش من حرارة البيت، تشوف برا نفس الشيء. ذيك الساعة تحط إيدك تقول حساها والله ما حساها ما يعني اهتمينا بهالزرع. على الأقل لما تنزل تحت الشجرة تقعد تشوف شلون الحرارة على الأقل تنخفض. فإحنا لازم نبدي قصب طيب إنزين. هذه طاقة إيجابية، هذه نظرة تفاؤلية. يعني الواحد هم يعني ما نقول إن لا ما نقدر وما نسوي ومن يسقي الزر. شوفي في متطلبين ما نقدر. لحظة يعني جميل إن تكون عندنا نظرة تفاؤلية وتكون عندنا خطط مدروسة وتكون عندنا مشاريع إن شاء الله يعني تنموية. إحنا بدينا، إحنا الآن بدينا كمتطوعين مثل ما قلت. كمتطوعين. لا راح تقول لا أنا جهات. لا أنا مو ماني مقتنع، بس أنا قاعد أتكلم يعني أستاذ عيسى كنت تكلمنا في حلقات كثيرة من قبل. المتطوعين قاعد يسوون، بس المسؤولين ما قاعد يسوون. لا بس معانا جهات رسمية. شوف لا ننكر أن معانا الآن مثل شركة نفط الكويت، وزارة الدفاع، الكل كذلك. ترى الحين بدوا الكل قاعد يدخل ويساعد صراحة، وفي كذلك جهات أخرى الآن بدأت معانا تبي تتعاون على أساس تزرع المناطق اللي عندهم. لأن شفت شافوا التأثير السلبي عليهم شنو؟ ساف الرمل، عواصف رملية، ارتفاع الحرارة، خاصة في مناطق اللي هي خلينا نقول محمية من وزارة الدفاع، كذلك المناطق المحمية من اللي هي شركة نفط الكويت. من بيسقيهم ماي تاني؟ لا لا في شوف أنا لن حط عذر. لا لا أنا قاعد أسأل يعني. عندنا مياه معالجة وعندهم ترى ماي، وزارة الأشغال عندهم مياه معالجة كبيرة جدا. وحتى بعض الإخوان في وزارة الأشغال كانوا معنا في الاجتماع إحدى الاجتماعات قالوا بالعكس إحنا نقدر نوفر، ونقدر حتى نوفر السماد. تدري أنت لما يعالجون المياه تشكر كمية سماد يقدرون يحصلون.
من اللي هو الكميات هذه فنقدر نزرع. بس هي تبي شو بتحتاج؟ ترى تحتاج تنسيق، تحتاج ناس فعلا، حطوا ناس في هذه الجهات فعلا قادرين انه يغيرون، راح تشوفون التغيير واضح راح يصير. على هذا انا تفائل خير، ترى انا متفائل والله صدق، كلنا متفائلين بس انا اكيد متفائلنا جدا. ما راح اقدر اقول شيء اكيد متفائل. شوف المؤتمر القادم يعني اللي شفته من قبل وشفت الاستاذ عيسى وشفت غير الاستاذ عيسى اللي يتكلمون عن الزراعه صار لهم كم سنه وايد. أنت حاليا أنت حاليا أيضا الأستاذ عيسى قاعد تقول إن الأشوار عندهم ماي وعندهم وعندهم، ما إحنا قاعد نشوف الزرع بالشوارع قاعد يموت وهو مسؤولية الأشغال. مشكلة بسيطة جدا، عدنا بسيطة، بس من اللي بيتخذ القرار؟ من اللي بيطبق هذا الشيء؟ من اللي بيسقي الزرع ماي؟ أعتقد حان الوقت، حان الوقت. زين راح تشوف التغيير ان شاء الله قادم، حتى احنا باكر بنروح احنا نسقي مو مشكله. انا صراحه مو هامني الان شت لحق يعني. اذا بتزرع انت مسافات كبيره يمكن نجمع، ترى في ناس الان يسمعونا كثير ودهم كذلك يساعدون ومستعدين الان يطلعون كذلك انه ينقلون تناكر ماي. في ناس تدفع فلوس ترى على فكره، ولا تقول لك انا انطر احد يسوي هذا الشيء. فهذه المبادرات يعني معناها ان ترى عندك كم كبير من المجتمع وده يسوي شيء حق الكويت. أدري. ولكن هذا شيل ذاك وحط هذا على أساس إنه يسوي هذا الشيء ويصلح لك إياه. يعني. ونجيب هذا دورنا إحنا. بس فقط يعني كإعلاميين إن نوصل الرسالة إن مثلاً الدولة تحتاج كذي، نعم. الجو يحتاج كذي، المناخ يحتاج كذي. هذا دور أنا متفائلة أمانة يعني. وأنا ترى بالعكس متفائل كثير على. بس يمكن لأن نجيب واقعي أكثر، نجيب ينظر إلى الواقع يعني أكثر إنه شايف إن الواقع كذي. بس إحنا بالعكس إحنا نتفائل ونوصل صوتنا إلى المسؤولين ونوصل يعني وجهات نظرنا ون. خلنا نشوف احنا نشوف شهر 9 راح نطاف يا ما عنده صوت من مكحوح صوته من كثر ما صرخ ووصل ووصل راح نبحصه لا. لا ان شاء الله مثل ما قلت انا بالعكس متفائل خير وراح نبدا احنا ان شاء الله بشهر 9 نبدا مثل ما قلنا هالاشياء. ولكن خلينا نرجع لجونا الان، يرجع لجونا على طاري الرطوبه. انتم تدورون رطب يعني الرطوبه هي اللي تجيب الرطب يا ما تبون احنا هذه على الرطوبه نتكلم عن الزراعه. انا اقول الرطوبه مجهده متعبه، تحسس الانسان بالام مثلا احيانا اللي معاه مشاكل بالروماتيزم، اللي معاه مشاكل بالحساسيه، اللي هو معاهم مشاكل ان مرات احيانا يحوش الانسان صداع بأثر الحساسية، اللي حوشهم إجهاد حراري أكبر من أيام الجفاف. مثلا أنت أمس طلعت زين وتمشيك لأنه ما في رطوبة، قلت لي أنت ما في رطوبة، ولكن أطلع الليلة أطلع خلال الأيام الجاية، أطلع خلال الأسبوع الجاي راح يحوشك إجهاد ما حتى تقدر تطلع تتمشى. الرطوبة مجهدة متعبة والإحساس فيها. البعض أنا سمعت أن الحرارة تنخفض وكذا، ومو أن تنخفض الحرارة راح تنزل شوية اللي هي الحرارة المسجلة، ولكن مثل ما تكلمت قبل شوية الحرارة المحسوسة اللي أنت كشخص تحس فيها مع رطوبة تسد مسامات جسمك ما تخليه حتى العرق يتبخر، راح تحس أن الحرارة 50 درجة 48 درجة متوقعة الأسبوع الجاي، خاصة على حتى الأسبوع الجاي نهايته كلها رطوبة. بس الشيء الغريب أن اليوم في غيم زين، وغدا إن شاء الله في كذلك سحب، وفي فرصة يمكن يسمونها مطر صيف اللي هي تكون سحابة مثل خلينا نقول سحب وركام رعدي تنزل مثل مطرة سريعة وتتلاشى. هذا متى؟ بين الليلة وباكر الصبح. بعدين الأسبوع الجاي ما في شيء، ولكن كلها رطوبة مستمرة خلال اليوم وباكر واللي الأسبوع القادم. يعني الهواء الجنوبي الشرقي الأكواس مستمرة إلى تقريبا نهاية الأسبوع المقبل. نهاية الأسبوع المقبل تنزل درجة الحرارة يعني ولكن الإحساس هو يعني للخميس الجاي إذا الله أحيانا ولا اللي وراه؟ لا لا إلى الأسبوع الجاي يعني الخميس الجاي وحتى يمكن العطلة الجاية كذلك. وإحنا إن شاء الله راح نكون وياكم ونذكركم ونقول لكم كذلك المتوقع. بس مثل ما قلت اليوم البحر خفيف، ولكن مع الكوس أنت عارف هالشيء أن مع الكوس في شوية لقلاقة جنوب راح يكون في شوية موي 2-3 أقدام 4 أحيانا، والشمال أخف الموي. الشيء المتعب بس انا اقول حق الناس اللي يعانون هالالام هذه الصداع وذيله، كل ما تقدر خليك بمكان مكيف، خليك داخل البيت احسن انك انت تطلع. نفس الشيء لا تشغلون الشفاط عشان تدششون الهواء الرطب اللي داخل. انا دائما اقول حق البيت اهل البيت اقول يعني اقول لهم لا تبطون الشفاط على اساس الفتره هذه الا فتره دقيقه دقيقتين بس ترى كافي، وبعدها راح يدش عليك الهواء الرطب الهواء الحار وراح يسبب لك مشكله ان الرطوبه راح تظل عندك بالبيت. وش سويت انت مثلا؟ ما استفدت اي شيء.
فالرطوبة هذه مستمرة والسحب مستمرة اليومين هذيلة. إن شاء الله نتمنى شوية على الأقل نشوف غيم ونشوف مطر، هذا شيء راح يفرح الجميع إن شاء الله اليوم. وتفائل خير يا أخوي نجيب. متفائلين إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله نشوف التغيير، لأن إحنا خلاص وصلنا السمونة مرحلة البيك بالتغير ارتفاع الحرارة بتغير الطقس والمناخ في العالم، فالحين راح تكون قوانين ملزمة للجميع، خاصة في الكاب 28 اللي هو راح يصير في دبي في مؤتمر تغير المناخ، راح يكون في دبي إن شاء الله السنة، وراح نشوف نتائجه بعد شهر 11، يعني شهر 12 راح نسمع إن شاء الله، يعني خاصة بعد ما شفنا اللي قاعد يصير الحين في الفترة الأخيرة إن شاء الله. نتمنى بالفعل يعني الحرارة تخف والرطوبة تخف. إن شاء الله. وبالنهاية يعني كل أيام الله حلوة. مرزة من الحين إحنا خلصنا. الحين شليبين يوم الجمعة باكر. عندكم ليوم 24 بعدها سهيل. بعد سهيل إن شاء الله بداية الانكسار وانحسار الحرارة تدريجي يعني. بس نشوف حار، لكن شنو على الأقل أقل نقدر نطلع عاد الحين الصيف نطلع، بس مع الهواء الشمال مو مع الرطوبة هذه عاد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. كل الشكر لك خبير الأمطار الجوية أستاذ عيسى رمضان. نلقاك إن شاء الله في الأسبوع الجاي إذا الله أحيانا. إن شاء الله. ويمكن متفائل خير. متفائل إن شاء الله. إن شاء الله بعد أكثر من كذي ابتسامة. إن شاء الله. إن شاء الله نشوف داشين هني الاستوديو هني حاطين زرع. إن شاء الله. لا بالعكس هذا اللي راح يكون إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدي الكرام فاصل ومن ثم لنا عودة إن شاء الله. نبحر في عالم الصحافة المحلية والدولية، نرصد أهم العناوين ونتحقق من الأخبار والمضامين، نغوص في الافتتاحيات والأعمدة والمقالات ونتعمق بتحليلها وتفسيرها. نستعرض لكم الصحافة العربية والدولية بعيون مراسلين حول العالم. تابعونا في برنامج ماشية الصحافة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام نستكمل وياكم باقي فقراتنا من خلال جولتنا الدولية، راح نسحبكم فيها إلى آخر مستجدات الساعة في جولة الأخبار وأبرز العناوين. البداية، رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد استمرار الجيش في جهوده لإعادة ضبط الوضع بمنطقة الكحالة، وتحذير أممي من عواقب استمرار الحرب في السودان، الرئيس الباكستاني يحل الحكومة والبرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة. إلى التفاصيل. جولة جديدة من الأخبار الدولية نبدأها من لبنان، إذ أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن الجيش مستمر في جهوده لإعادة ضبط الوضع ومنع تطور الأمور بشكل سلبي في منطقة الكحالة بجبل لبنان، وطلب ميقاتي الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، داعيا الجميع إلى التحلي بالحكمة والهدوء وعدم الانجرار وراء الانفعالات وانتظار نتيجة التحقيقات الجارية. وإلى الخرطوم، حذرت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا من أن نطاق الحرب في السودان قد يتسع ليشمل البلاد بأكملها، وأشارت خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن استمرار الحرب سيزيد خطر التشرذم والتدخل الأجنبي وفقدان مستقبل السودان. وإلى الملف الأوكراني، إذ قتل 3 أشخاص على الأقل في قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا. وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف. ونذهب إلى تايوان، حيث رصدت وزارة الدفاع دخول 10 طائرات و5 سفن حربية صينية إلى منطقة دفاعها الجوي، وذكرت أنها رصدت 25 طائرة صينية تشارك في عمليات في البحر. ونختتم جولتنا من باكستان، إذ وقع الرئيس عارف علوي على ملخص قرار حل الجمعية الوطنية
البرلمان بناء على طلب رئيس الوزراء المنتهي ولايته شهباز شريف. وقد جاءت التوصية قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات، وذلك بعد وقت قصير على إسقاط البرلمان مشروع قرار لحجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان. لا نزال معكم مشاهدينا في جولتنا الدولية، حيث يتسارع وقت الأزمة في النيجر وتستعد البلاد لدخول مرحلة حرجة مع قرب انتهاء مهلة منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا آيكواس لقادة الانقلاب في البلاد من أجل إعادة السلطة للرئيس محمد بازوم. فرنسا بدورها رمت بكل ثقلها دعما لخطط إيكواس التي تعقد اجتماعا اليوم، والتي لوحت بتدخل عسكري لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر، فيما استنجد قادة الانقلاب بمجموعة فاغنر الروسية لمواجهة تهديد المنظمة الإفريقية. للحديث أكثر حول آخر تطورات أزمة النيجر تنضم إلينا مراسلة تلفزيون دولة الكويت من العاصمة الفرنسية باريس لمياء عمري. بداية لمياء، يعني هل الأزمة في النيجر محور صراع محتمل لنقل بين روسيا وفرنسا، وأيضا ما انعكاسات ذلك على التطورات في القارة الإفريقية؟ نعم، مرحبا، صباح الخير، صباح التفاؤل لكل مشاهدي قناة الكويت. إذا فرنسا بعد أزمة مالي، بوركينا فاسو، تشاد، ها هي النيجر هذه المرة تخرج عن المظلة الفرنسية. فرنسا الموقف السياسي الفرنسي كان واضحا منذ بداية الأزمة في النيجر. فرنسا ترفض وتندد بهذا الانقلاب. فرنسا أيدت منذ البداية الرئيس المخلوع بازوم، وكولونا رئيسة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قالت أمس أن فرنسا تؤيد بكل جدية وتؤيد جدا كل المجهودات التي تقوم بها إيكواس لإعادة النظام الشرعي أو إعادة النظام الدستوري إلى النيجر. فالموقف الفرنسي السياسي، الموقف السياسي الفرنسي وتاريخها، تاريخها الاستعماري في النيجر يفقدها كل شرعية أو مصداقية في التدخل في هذه الأزمة النيجيرية. وزيرة الخارجية الفرنسية اتهمت مجموعة فاغنر بالتحريض على كراهية فرنسا. رأينا في الأيام الماضية الانقلابيون ومؤيديهم يسقطون العلم الفرنسي ويرفعون العلم الروسي. هنا أسئلة كثيرة تطرح هنا في فرنسا حول النفوذ الفرنسي في القارة السمراء وموقف فرنسا حول ما يحدث الآن في النيجر. وزيرة الخارجية دائما تقول أن فرنسا هي مع حل دبلوماسي وضد التدخل العسكري في النيجر. فقط الأيام القليلة القادمة سنعرف من خلالها ماذا سيحدث، لكن فرنسا لحد الآن موقفها هو مع الحل الدبلوماسي لحد الآن. نعم، إذا كذلك يعني لمياء، يعني مجموعة إيكواس ستجتمع اليوم في أبوجا، برأيك هل ممكن أن تنفذ إيكواس تهديدها بتدخل عسكري، خاصة أن فرنسا تريد الحلول الدبلوماسية أكثر؟ نعم، إذا فرنسا تدعم مجموعة إيكواس، فرنسا تدعم كل قرارات مجموعة إيكواس. الحل أو التدخل العسكري لحد الآن ليس بحسب ما قالته وزيرة الخارجية الفرنسية، هو ليس الحل الأمثل لحد الآن. رأينا ليلة البارحة عندما اتهم المجلس العسكري النيجيري، اتهم فرنسا باختراق المجال العسكري النيجيري المغلق منذ يوم الأحد. الرد الفرنسي كان سريعا، وفرنسا قالت أنه تم فعلا دخول المجال العسكري النيجيري، لكن ذلك كان باتفاق مسبق مع الجيش النيجيري. ففرنسا حذرة في التعامل مع هذا الموضوع، لم تقل أي جهة فرنسية أنها تؤيد الدخول أو التدخل العسكري،
لكن ننتظر مخرجات هذا الاجتماع لمعرفة المزيد عن الموقف الفرنسي والذي بقي ثابتا منذ بداية الأزمة حول الحلول السلمية والدبلوماسية. ماذا عن مجموعة فاغنر؟ يعني هل يهدد وجود فاغنر الوجود العسكري الفرنسي في النيجر وبالتالي ممكن أن يخلق يعني تصادم مباشر؟ نعم. إذا كما حدث في الدول الإفريقية الأخرى، في النيجر أيضا مجموعة فاغنر التي تحافظ على كراهية فرنسا تستغل الوضع لفرض نفوذها وسيطرتها على الموقف. فرنسا نددت بشدة عما قالت هو ما فعلتها مجموعة فاغنر، حيث أن وزيرة الخارجية الفرنسية وصفت ذلك بالتحريض على الكراهية وهو اتهام خطير في الحقيقة. يبقى إذن فمجموعة فاغنر في كل مرة تأخذ مكان فرنسا في القارة السمراء وتستغل هذه الفجوة كل مرة بين فرنسا وبين مستعمراتها السابقة للسيطرة وأخذ مكانها في أفريقيا، وهو ما يجعل أفريقيا متنفسا لروسيا بعد العقوبات التي فرضت عليها في أوروبا. نعم، الجدير بالذكر كذلك يعني أن هناك يعني 1500 جندي فرنسي في النيجر. فرنسي كيف نعم، من كيف أصل 3000 في كل أفريقيا. نعم، ماذا يعني كيف سيكون مصير هؤلاء الجنود؟ وأيضا ماذا عن اتهامات قادة الانقلاب باختراق المجال الجوي للنيجر من قبل مقاتلات فرنسية؟ نعم، إذا في النيجر هي فرنسا قامت هذا الأسبوع بإجلاء رعاياها في النيجر، لكن تم الإبقاء على 1500 جندي فرنسي متواجدون حاليا في النيجر. عندما وقع هذا الانقلاب، السؤال الذي طرح هنا في فرنسا هو كيف ل 1500 جندي فرنسي أن يتابعوا الانقلاب عبر شاشات التلفاز؟ لماذا لم يكن هناك أي تدخل فرنسي لمنع هذا الانقلاب إذا كانت فرنسا تؤيد وتساند الرئيس المخلوع بازوما؟ فرنسا قالت أن الوجود العسكري لها في النيجر هو بدافع مكافحة الإرهاب وليس التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد. بالنسبة لاختراق المجال العسكري، فرنسا قالت أنه كان باتفاق سابق مع الجيش النيجيري، وفرنسا تحترم كليا سيادة النيجر ولم يكن هناك أي اختراق. هذا ما قالته على كل حال الخارجية الفرنسية ليلة البارحة. نعم، لم يعني وجود لنقل الجانب الروسي في هذا الصراع الدائر في النيجر، هل ممكن أن نقول أن الصراع في أوكرانيا انتقل إلى النيجر بصورة أو بأخرى؟ نعم، بالنسبة للوجود الروسي في أفريقيا رأينا ذلك منذ أشهر في تشاد، كان تقريبا نفس السيناريو. روسيا أو مجموعة فاغنر انتهزت فرصة الانقلاب ورفض الوجود الفرنسي لفرض سيطرتها أو لإثبات وجودها على الأقل في المنطقة. ما يحدث الآن في رأيي هو عدو العدو صديق، هو الصراع ما زال قائما في بين روسيا وأوكرانيا، صراع ما زال قائما أكيد في أوروبا، لكن وكأنه في هذه الأزمة الجانب الفرنسي، يعني أن رأينا أن هناك اصطدام بين الوجود الفرنسي والوجود الروسي. أذكر فقط أن في النيجر ليس هناك فقط جنود فرنسيون، هناك جنود من الولايات المتحدة، من ألمانيا، من إيطاليا، ولم يحدث كل هذا مع الدول الأخرى. الصراع الآن وكأن الصراع في النيجر أصبح روسي فرنسي، وبما أن في النيجر الانقلابيون وحتى الشعب النيجيري يرفض الوجود الفرنسي لأن فرنسا موجودة في القارة السمراء وفي في النيجر منذ سنوات عديدة،
بدافع مكافحة الإرهاب، لكن لم يحدث شيء ولم يتغير شيء في هذه البلدان. لذلك فالوجود الفرنسي مرفوض الآن، الوجود الفرنسي مرفوض في النيجر، ولروسيا كل لديها فرصة ذهبية في الحقيقة لفرض نفوذها على المنطقة. نعم، يبدو أن هناك يعني شكل جديد من الحرب يعني لنقل الأوروبية، لكنها تتخذ يعني أشكال أخرى. نتمنى يعني السلام والأمن لمنطقتنا العربية والإسلامية. كل الشكر لمراسلة تلفزيون دولة الكويت في العاصمة الفرنسية باريس لمياء معماري، شكرا جزيلا. لن وصلنا معكم مشاهدينا إلى عالم المال والأعمال وجولة من آخر الأخبار الاقتصادية في هذا التقرير. أول أخبارنا الاقتصادية نفتتحها إقليميا وتحديدا في مصر، حيث أعلن مجلس الوزراء المصري عن تأسيس أول شركة إلكترونيا وهي شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء، والتي تم تأسيسها عبر المنصة الرقمية الجديدة لهيئة الاستثمار، لتصبح بذلك أول شركة يتم تأسيسها إلكترونيا في مصر. وفي خبر آخر، قفزت أرصدة بطاقات الائتمان بأمريكا في الربع الثاني لتتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى، حيث لجأ الأمريكيون بشكل متزايد إلى بطاقات الائتمان الخاصة بهم لتغطية نفقاتهم مع اقتراب فصل الصيف، مما أدى إلى قفزة لأرصدة الائتمان الإجمالية لتزيد عن تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، حسب ما أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأخيرا، دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار، وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو، الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب، مع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية المباشرة. والآن مشاهدينا نأخذكم إلى جولة في الأخبار الرياضية في سياق هذا التقرير. أعلن نادي ولفرهامبتون الإنجليزي انفصاله عن المدرب الإسباني جولين لوبتيغي بعد 19 شهر قضاها كمدرب للفريق، وبدأ لوبتيغي مشواره مع ولفرهامبتون في 5 نوفمبر 2022، وقاد الفريق في 27 مباراة وفاز في 10. يذكر أن المدرب الإسباني نجح في مهمته الأساسية مع الذئاب، حيث أبعده مبكراً عن صراع الهبوط وأنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز بحصوله على المركز 13 برصيد 41 نقطة. بات وستهام قريباً من ضم المدافع الإنجليزي هاري ماغواير قادماً إليه من مانشستر يونايتد، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وتفيد وسائل الإعلام الإنجليزية أن وستهام توصل لاتفاق مبدئي مع مانشستر يونايتد لضم هاري ماغواير مقابل 30 مليون جنيه استرليني، وتتجه الأمور في الوقت الراهن إلى مناقشة النقاط المحورية في الصفقة بعد الموافقة على قيمة الانتقال. انتصر اللاعب الأمريكي غير المصنف ماكنزي ماكدونالد في مدينة مونتريال الكندية بمجموعتين دون مقابل على المصنف السادس الروسي أندريا روبليف في الدورة الثاني من بطولة ناشونال بانك المفتوحة للتنس، وفاز ماكدونالد بالمباراة بنتيجة 6-4 و6-3، وسيلتقي في الدورة الثالث من البطولة بالفائز باللقاء بين الياباني تارو دانييل والكندي ميلوس راونتش. وصلنا وياكم مشاهدينا إلى استراحتنا المنوعة، واللي راح نبدي فيها من اليابان، تحديدا من مدينة هيروشيما اللي طبعا طاف على تدميرها 78 عام لتصبح ذكرى سيئة عالقة في ذاكرة البشرية. اليابان أحيت الذكرى السنوية للقصف النووي على مدينة هيروشيما
في عام 1945، واليوم بفضل سكان هيروشيما تحولت المدينة إلى مكان للسلام. في 8:16 من صباح 6 أغسطس عام 1945 انفجرت القنبلة النووية التي أحالت مدينة هيروشيما اليابانية إلى ركام. وهيروشيما تحولت إلى رمز للسلام بفضل إصرار أهلها على تذكير العالم بأهوال الحروب. علينا نتعلم من التاريخ ومن أخطائنا الكبرى كبشر كي لا تتكرر أبداً، ومن المهم أن نعود إلى مكان وقوع الكارثة وأن نسرد الوقائع، فنسيان الكارثة هو إهانة للضحايا ولذكراهم. ومن أشهر الأعمال التي أبدعت في توثيق الكارثة القصة المصورة جين الحافي للفنان الياباني كيجي ناكازاوا، والتي ترجمت للعديد من لغات العالم، وها هي تظهر على ركام منزل دمره زلزال 6 فبراير الماضي في مدينة بنش بشمال سوريا بفضل مجموعة ريشة أمل التي تضم فنانين من المنطقة المنكوبة. واحتضنت هيروشيما معرضا للصور الفوتوغرافية يوثق المبادرة. هيروشيما يا ناغاساكي نو أشعر بالامتنان، فهذه المبادرة من ناحية تبرز عملا يوثق بصدق ما حدث في هيروشيما، ومن ناحية أخرى تطلعنا على ما حدث في سوريا وتصلنا بالسوريين وتؤكد لنا أنهم يفكرون بنا وعلينا نحن أيضا أن نفكر بهم. استطاعوا حقيقة أن يربطوا بين واقع المأساة اللي موجودة عندنا الآن في سوريا بما حدث سابقا خلال فترة القنبلة الذرية في هيروشيما. أول مرة بنشاهد هيك معرض في مدينة هيروشيما. ريشة كيجي ناكازاوا ومجموعة ريشة أمل، وإبداع يصل بين مأساتين تفصل بينهما 8 عقود من الزمن وآلاف الكيلومترات من المسافة. لطالما لامست روائع الأعمال الفنية قلوب الناس على اختلاف ثقافاتهم ومشاربهم. وها هو جين ابن المحرقة التي حدثت في هيروشيما يضمد جراح أهل المناطق المنكوبة في سوريا. نجيب الخش، تلفزيون دولة الكويت، لبرنامج العالم هذا الصباح من هيروشيما. يمكن فاطمة يمكن هيروشيما بالذات ما صارت يعني على قولتهم العين بالعين. بعد ضربة هيروشيما اتجهت اليابان إلى أنها تكون بلد صناعي، بلد اقتصادي، بلد ويعني شنو كانت 87 سنة للحين، شنو صارت بعد أو شنو كانت قبل القنبلة وشنو صارت بعد القنبلة. كان بالإمكان أنها والله تشحذ مرة ثانية جنودها وتستمر في الحرب. هذا نوع من أنواع رد الفعل، مو شرط أني أنا يكون ردة فعلي تجاه فعلك بنفس نفس الشيء، ممكن أنا أرد بطريقة أخرى وتأخذين حقك وأيضا بطريقة سلمية. نعم بطريقة نعم. سلمية لنقل أنه ليس دائما الحرب بالحرب. صحيح. أحيانا أنت يعني تمد لي يعني تدفعني للحرب، ولكن أنا أدفعك للسلام، ولكن بطريقة أيضا جميلة وسلمية. مثل ما قلت، الحروب دائما الكل خسران، ما فيها أي أحد ربحان فيها. هنروح حق خبرنا الجاي، وهو طبعا عن الورود، حيث انه من في شهر اغسطس من كل عام تنبض مدينه ميدلين الكولومبيه بالحياه بالوان زاهيه خلال مهرجان ميدلين للزهور. ميدلين تعني مدينة الربيع الأبدي، احتفلت بمعرض الزهور السنوي حيث قام هواة تنسيق الزهور بعرض منتجاتهم بحضور جماهيري كبير. طبعا شارك العشرات في المعرض السنوي اللي يعود تاريخه إلى عام 1957، وأصبح اليوم حدث رئيسي في التقويم الثقافي لكولومبيا بالتحديد. ماريا كارولينا فازت بجائزة أحسن بوكي ورد في هذا المهرجان السنوي اللي شارك فيه أكثر من 500 شخص في العالم. طبعا المدينة وبتنظيم هذا المعرض تهدف إلى إزالة الصورة القديمة عن المدينة اللي كانت مرتبطة دوليا بتاجر المخدرات بابلو أسكوبار. مستمرين معاكم في أخبارنا المنوعة، ومن الزهور ومظهرها الجميل ورائحتها الفواحة ننتقل إلى فن آخر وهو النحت على الجليد. لعبتي.
يبدع النحات شينتارو أوكاموتو في أعمال فنية فريدة من نوعها. أكيد يعني شينتارو صديقي. شينتارو لا صديقي. أوكاموتو قام بإنشاء استوديو خاص فيه وأصبح اليوم أحد أكثر استوديوهات النحت الجليدي شهرة في مدينة نيويورك. أعماله الفنية منتشرة بكل مكان ومنها الكبيرة التي تزين وسط مدينة مانهاتن وفيها أيضا منحوتات صغيرة معقدة مصممة بشكل عصري. طبعا أوكاموتو تخرج من جامعة براون وياي وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من كلية هانتر في نيويورك. اختار هذا الفنان أن تكون مهنته نحاتا على الجليد وفضل أن يسير على خطى والده ويعبر عن الفن بطريقة يعشقها وبطريقته الخاصة. روحك خبرنا المنوع الطريف من الولايات المتحدة حيث فشل كلب أجلكم الله في حراسة منزل وسمح للص بسرقة دراجة من المرآب وبدل أن يوقفه أراد أن يلعب معه. يعني إحنا نقول العالم يتغير يعني حتى الإسلام. أظهرت لقطات كاميرا المراقبة داخل المرآب اللص وهو يسير بعيدا بالدراجة واكتفى الكلب بمشاهدته دون أن يحرك ساكنا. طبعا أظهر الفيديو قبل ذلك أجلكم الله الكلب يلعب مع اللص في حين تحدث معه اللص وقال له أنت أروع كلب على الإطلاق. يعني أكيد بيقول لك كذي. اختفى اللص بعيدا بالدراجة بينما بقى الكلب أجلكم الله ينظر إليه متناسيا أهم مهمة مكلف بها وبدلا من أن يردع السارق لعب معه وسلمه الدراجة الهوائية مجانا. فقير بروحه ويا له واحد يسليه يخليه بيسولف ويا الروح تبي الروح. من كان له حيلة فليحتال. أي. وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم واللي كانت ثرية بالمواضيع المنوعة. طبعا هذا كل شيء لدينا في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وشكرا لأسرة البرنامج والشكر موصول لفاطمة. شكرا نجي وشكرا لكم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ضيوف حلقة اليوم
الدكتورة منار الصقعبي استشاري أمراض جلدية بمركز عبد الكريم السعيد للأمراض الجلدية. عائشة الحمود الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. حياكم الله من جديد، رجعنا لكم في ساعتنا الحوارية الجديدة اللي راح تكون إن شاء الله من خلال صباح الخير الكويت، ولكن راح نبدي هذه الساعة بهذا التقرير الخاص بالشباب اللي هم أطفال الأمس وعماد الحاضر وقوة المستقبل، وهم الركيزة الأساسية في تقدم وبناء كل مجتمع، وهم كذلك يحملون بداخلهم طاقات وإبداعات متعددة يحرصون من خلالها على تقديم الأفضل للمجتمع والوطن اللي يعيشون فيه. وخصص يوم 12 أغسطس من كل عام بيوم الشباب العالمي. خلونا نشوف هذا التقرير مع زميلة فاطمة الصايغ. يحتفل العالم بيوم الشباب في كل يوم 12 أغسطس من كل عام، وبهذه المناسبة تواجدنا في الهيئة العامة للشباب علشان نتعرف أكثر حول هذه المناسبة ودور الهيئة في دعم الشباب وتشجيعهم في شتى المجالات والأنشطة والدورات اللي تقيمها الهيئة والسعي في تمكين الشباب في شتى المجالات. ومعنا الأستاذ محمد سعد العلوش الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب. صبحك الله بالخير. صبحت الله بالنور. حياك الله. بداية بهذه المناسبة، يعني اليوم يوم الشباب العالمي، دور الهيئة في تمكين الشباب محليا ودوليا خلينا نقول. ممتاز. في البداية نهنئ شباب دولة الكويت والشباب العالمي بمناسبة يوم الشباب العالمي. اليوم احنا في كل عام نحتفل بيوم الشباب العالمي في تاريخ 12/8، واليوم الهيئة العامة للشباب تحتفل في الشباب في كل وقت نقدر نقول. واليوم كذلك عندنا في تاريخ 13/3 يوم الشباب الكويتي، وهذا يدل على اهتمام القيادة السياسية في دولة الكويت متمثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، كذلك سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ودورهم في تهيئة البيئة المناسبة للشباب الكويتي والاهتمام بجميع الأمور المتعلقة في الشباب. اليوم الهيئة العامة للشباب وجدت لخدمة الشباب وتمكين الشباب في شتى المجالات. حسب التصنيف العالمي في مؤشرات الشباب، الكويت الأولى عربيا في مؤشرات تنمية الشباب، وكذلك 27 على مستوى دول العالم، وهذا مؤشر جدا مميز ويدل على الاهتمام في دولة الكويت في الشباب في شتى المجالات. يعني اليوم احنا نشوف الهيئة العامة للشباب عدد كبير وعدد هائل من الشباب اللي قاعد يطلع منها نقدر نشوفه وصل حتى العالمية. صحيح. يعني في مبدعين ومتميزين، يعني أشخاص عندكم موجودين. اليوم دوركم في تمكينهم، دوركم في وصولهم للعالمية، يعني اليوم بما أن مناسبة اليوم العالمي للشباب، شبابنا قاعد نشوفهم صلوا العالمية. صحيح. فشلي موجود عندكم؟ صحيح. شنو السر اللي موجود في الهيئة؟ احنا وشي لازم نعرف ان طموح الشباب الكويتي دائما سقفه عالي، والهيئة العامة للشباب عملت برامج وأنشطة واهتمام في جميع الأمور المتعلقة بالشباب، حيث أن توفر البيئة المناسبة والمناخ المميز لتمكين الشباب. اليوم عندنا مراكز شباب وعندنا أنشطة دورية على مدار السنة نتكلم في شتى المجالات، سواء في المجال الثقافي أو الأدبي أو الرياضي أو حتى الذكاء الاصطناعي اتجهنا له في الفترة الأخيرة. فاليوم الهيئة العامة للشباب تواكب أي تطور في اهتمامات الشباب. فاليوم للأمانة الشباب مثل ما قلنا سقف الطموح جدا عالي، وشفناهم في المراتب والمراكز العالمية يحققون تقدم مميز، نشوفهم في المجال الرياضي نشوفهم أبطال على مستوى دول العالم، كذلك في نتكلم في الذكاء الاصطناعي نشوف شبابنا مميزين جدا ويشاركون في المؤتمرات العالمية ونشوفهم يشرفوننا. لذلك في مسؤولية جدا كبيرة في الهيئة العامة للشباب، بحيث أن نوفر البيئة المناسبة والمناخ المميز للشباب من البرامج، ونشوف صراحة يعني
ازدياد في المشاركات في البرامج الخاصة اللي عندنا من الشباب، وهذا يدل على البرامج اللي نقدر نقدمها وتلاقي استحسان واهتمام الشباب. أستاذ محمد، اليوم احنا قاعد نذكر الشباب، فالفئة العمرية اللي تستقطبها الهيئة العامة للشباب من عمر كم؟ احنا ما لنا عمر محدد، لكن احنا حتى 34 سنة، نتكلم من حتى 8 سنين الى 34 سنة. هذا يدل على انكم انتوا قاعد تغرسون او قاعد تبنون الشباب من الصغر. صحيح، عندنا مراكز الشباب نشوف برامج جدا مميزة في المجال، نتكلم الرياضي او الثقافي او الادبي، من 8 سنين الى 34 سنة، كل واحد حسب اختصاصه واهتمامه. نتكلم احنا نخاطب مو بس ترى الشباب، حتى اولياء امورهم. اليوم احنا فتره صيف صراحه، فنقدم احنا برامج مميزه لدى الشباب بحيث انه يشوف ويلاقي اهتمامه في اللي يشوفه. نتكلم قلنا في المجال الادبي وفرنا برامج تدريبيه ادبيه، كذلك في المجال الاعلامي عندنا اكاديميه الفنون والاعلام في الدعيه، وفرنا برامج اعلاميه جدا مميزه لدى الشباب. فاليوم الهيئة العامة للشباب تحرص على التنوع، بحيث أن الشاب إذا ما لقى نفسه في المجال الفلاني يلقى نفسه في المجال الآخر. على قولته ما فيها عذر، لابد أنه يشوف له مكان في هذا المجال، ونشوف نفسنا مقصرين، لأن الشاب الكويتي صراحة سقف الطموح جدا عالي. لكن نوعدهم دائما وأبدا الهيئة تواكب جميع الأمور المتعلقة بالشباب، وإحنا يعني أبوابنا دائما مفتوحة ونسمع من الشباب، وبإذن الله ما يشوفون إلا يسرهم إن شاء الله بإذن الله. طبعا النقاش معك أو الحديث معك حول هذا الموضوع ما ينتهي صراحة، لأن الشباب هم الأساس في تنمية المجتمع وتنمية نقدر نقول تطور اللي حاصل عندنا. كلمة أخيرة تحب توجهها في ختام هذا اللقاء وبمناسبة يوم الشباب العالمي؟ نقولهم مثل ما قلنا كل عام وهم بخير، واحنا محسودين على صراحة الشباب الكويتي، شباب جدا مميز ورائع وسقف طموحه جدا عالي. نتمنى من الجميع المشاركة في أنشطتنا والتواصل معنا بشكل دائم. اليوم أنشطتنا للجميع صراحة، انت اللهم انك تكون يعني في الفئة وقت بس محدد حقك والفئة العمرية المناسبة لهذه الأنشطة، ومالك إلا أن تكون معنا وتلقى اللي سرك إن شاء الله بإذن الله. وكل التوفيق للشباب الكويتي، ونحتفل في كل عام وفي كل يوم وفي كل ساعة في الشباب الكويتي. اللهم أمين، وكل الشكر لك على هذه المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وكل عام وكل شاب بخير إن شاء الله، ونقدر نقول طموح وإبداع. ننتقل معاكم أعزائي المشاهدين لاستديو صباح الخير الكويت. رجعنا لكم مشاهدينا مع أول مساحة حوارية لصباح الخير يا كويت. كلنا نعرف أن الجلد هو خط الدفاع الأول للجسم، ويتعرض كثيرا بعض الأشخاص خصوصا في فصل الصيف لبعض متاعب البشرة والأمراض الجلدية. نظرا إلى ذلك أيضا التعرض المباشر لأشعة الشمس المتوهجة وارتفاع درجات الحرارة. اليوم راح نستعرض معكم هذه الأمراض والطرق الصحيحة كي نحافظ على جلدنا منها، من خلال استضافة الدكتورة منار الصقعوي اختصاصي أمراض جلدية وتناسلية بمركز عبد الكريم السعيد للأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة، حياك الله. صباح النور، هلا فيك. صباح الله بالخير دكتورة، وحياك الله معنا. صباحك الله بالنور، هلا فيكم. الأمراض الجلدية والصيف يعني ممكن يكون عنوان، لكن نفتح من هذا العنوان تساؤل عن هل الأمراض الجلدية تكثر بالصيف أم بالشتاء، وهل لها علاقة أصلا الفصول؟ ما احنا عندنا فصول أربعة، لكن ممكن الصيف والشتاء هم الطاغيين اكثر. اي صح. اي الامراض الجلدية لها علاقه بالفصول. اعتقد طبعا احنا عارفين اذا تكلمنا عن الشتاء الجفاف، الصدفيه، الاشياء هذه تزيد بالشتاء. بالصيف عندنا يعني شيء مختلف تماما، صوره مختلفه تماما. ايوه، احنا نقدر نربطها اذا بنقسمها، نربطها بالشمس، الامراض اللي تي نتيجه للتعرض للاشعه فوق البنفسجيه، الحراره، زياده درجات الحراره واللي تسبب تعرق، وهم ممكن يسبب امراض مشاكل جلديه، السباحة في المسابح، سواء السباحة في البحر أو السباحة في المسابح اللي فيها كلور، أو هو مو نفس الشيء، هو في فروقات يعني على حسب، يعني في مشاكل تصير هني. لكن ليهم يصيبون أمراض جلدية؟
ممكن يعني. يعني أقل مع من البحر أقل، بس يعتمد على نوع البحر وين البحر يعني، سواء هني أو مثلا دول برا. في بعض الدول ترى البحر يكون فيها يعني غير صالح للسباحة، يكون في علامات أنه مثلا لازم ما تسبحون هني، أو مثلا يكون في كائنات تقرص وفي فتسوي مشاكل جلدية. البحر أفضل من المسابح، يعني المسابح ممكن إحنا نتكلم عن الكلور وهذا. فنبدأ مثلا بالشمس، أهم شيء عندنا الحروق، وإحنا دائما نحاول إن إحنا ننبه المرضى شلون يتفادون موضوع حروق الشمس هذه. يعني إيه إحنا شمسنا حارقة، بس يمكن إحنا مني نراعي إن إحنا ما نطلع وايد بالشمس بعض المرات. وايد ناس لما يجون يسافرون يروحون مصيف يبدون مني يطلعون بالشمس ويتعرضون حق الحروق. بالضبط. فإحنا لازم نكون واعين إن شلون ننتبه حق حرقة الشمس وإن إحنا نتفاداها، شو نسوي عشان نمنع حرقة الشمس. فهذه شغلة. الشغلة الثانية، إحنا بشرتنا مني تميل إلى لون الغامق غير عن بشرة الغرب. فنعاني إذا تعرضنا للشمس فترات طويلة مع الوقت، بعدين ممكن نعاني من تصبغات. فهذه مشاكل ثانية إحنا نشوفها من مرضى عيون عقب فترة من تعرضهم للشمس فجأة طلع لهم تصبغات. الحساسية اللي تنتج عن الحرارة، يعني ممكن مثلا في نوع من الطفح الجلدي يطلع في الجسم يكون أحمر ويحك، لا علاقة بالحرارة، لا علاقة بالتعرق. نتيجة هذا، هذا نادر ولا لا؟ هو وارد حدوثه، وارد حدوثه. فعشان كذي في أشياء نطلبها من المريض إنه يسويها علشان تمنع أنه هو يصير عنده هذه يسمونها الطفح الشائك أو الحساسية الشائكة، أنها تكون إحساس كذي يقرص. وهذه من نتيجة من التعرق وانسداد المسام، فتكون التعرقات داخل يعني. فنقول حق ناس لبسوا ملابس فضفاضة، ملابس قطنية، دائما ننصح بالصيف أن الناس تلبس ملابس فضفاضة عشان يصير فيه تهوية يعني. نعم دكتورة، تكلمنا عن اختلاف الفصول وتأثيرها على الجلد، بتكلم أيضا على اختلاف الجنس. هل هناك أمراض جلدية تصيب النساء غير عن الرجال، وشنو هذه الأمراض؟ هو ما أقدر أقول إن مثلا تصيب النساء فقط ولا تصيب الرجال. في الغالب معظم الأمراض الجلدية تصيب الجنسين بشكل متفاوت. ممكن يكون في نسب متفاوتة بسيطة، إنه يصير مثلا النساء ممكن يكونون أكثر عرضة حق شيء غير عن الرجال. مليحي ما في أسباب معينة ليش يصير كذي، بس ممكن تكون أسباب هرمونية، هي مجرد شغلات نظرية يعني، ما هي إن معروف إن ليش يصير فيهم كذي. إذا بنتكلم بخارج نطاق الصيف يعني، الأمراض الجلدية اللي عند النساء تصير أكثر، الحزاز يصير بشكل أكثر مقارنة بالرجال، التهابات الأنسجة الضامة اللوبس والذئب الحمراء اللي تحوش الجلد لها علاقة بالنساء أكثر، يعني ورد أنها تحدث في النساء بمعدل أكثر من الرجال. بس مثلا هي حق الصدفيه شفنا ان الرجال شوي ممكن تكون نسبتهم اكثر في الصدفيه، وقيسي عليها يعني الامراض الثانيه. يعني ما يكون في وايد اختلافات شاسعه، بس اي في بعض الامراض الجلديه تكون تحدث عند النساء بشكل اكثر. طيب بنروح الى 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 السوشيال ميديا، تحديدا المدعو انستغرام، لان فيه المقاطع الفيديو في بعض المختصين في امراض الجلديه الاطباء وغيرهم، شكرا على جهودهم، ينصحون نصائح مقبول هذه النصائح، لكن بعض المجتهدين الاخرين غير المختصين ايضا يعطون نصائح. ما اتكلم عن هذه، اتكلم عن هل كل من ينصح بتجربته لمنتج معين كدواء او غيره انا اخذه واجرب على نفسي ممكن في اخطار معينه لبعض الادويه، عن هذا هذه الطريقه، لان صراحه انتشارها مو عادي يعني. انت كل شيء مر عليك المقاطع صح. اذا تكلمنا عن الامور الجلديه يعني ممكن الاشياء تكون بسيطه، لان انت يعني مثلا صاحبتك تنصحك بكريم حمايه تجربينه، يعني حتى لو مثلا حسستك ولا هذا ولا ما ناسب بشرتك، هذا موضوع بسيط ما يترك اثر يعني. على حسب يعني، في كريمات ثانيه انا اتكلم مثلا، خلينا نقول عن مثلا كريم الحمايه، لكن لما نتكلم عن الادويه والحبوب وهذا هذا شيء ثاني، هذا لازم استشاره طبيه. انا انصح المرضى حتى لو كان الموضوع يخص الفيتامينات. أيوة. يعني لو ان فيتامينات وراح تقوي شعرك ولا تقوي اظافرك، هم انصح استشاره الطبيب. لا حتى الفيتامينات، حتى الفيتامينات، حتى الفيتامينات يعني هي صحيح انها عندنا او حتى برا ما تحتاج وصفه طبيه. بالضبط. ولكن استشاره الطبيب مهمه. يعني الطبيب راح يحاول انه يوجهك شنو نوع الفيتامين اللي تاخذها، شنو اللي انت محتاجه. اذا عندك نقص، هو بشكل عام احنا ما ننصح اخذ الفيتامينات يعني بشكل دوري الا اذا مريض عنده نقص، فاحنا نشوف وين النقص ونحاول نعالجه بناء عليه. تعطونا اي فيتامين واي نوع واي كذا والمده بعد. اي والمكملات الغذائيه مالت الشعر والاظافر هي غير مصرحه بشكل يعني ان المريض يحتاجها،
احنا ممكن نعطيها حق بعض المرضى، لكن افضل ان المريض دائما يستشير الطبيب علشان يعرف شنو عنده وشنو ياخذ. وايد اوقات المرضى ياخذون المالتي فيتامين مكمل غذائي، وبعدين يكون عنده نقص بشيء ثاني ويروح ياخذه، فانت مني قاعد تاخذ من مصدرين انزين، انت ما تدري شنو قاعد يصير. يعني يمكن في بعض انواع المعادن ممكن تسوي تسمم اكيد، وزياده النقصان دكتوره هي اثر. تكلمنا في بدايه حوارنا عن الوان البشره وقلت الغرب تختلف عنا، البعض يتساءل كيفيه الوقايه حق بشرتنا احنا البشره العربيه، كيف اني ما اتعرض الى حروق الشمس، ما هي يقول مراحل الوقايه الجلديه، خصوصا انت شايف درجه الحراره جدا مرتفعه بعد ما كنا حر، اليوم رطوبه، هذه الرطوبه ايضا تاثر على الجلد. طبعا احنا في قاعده بس عشان تكون واضحه لنا، احنا نختلف عن الغرب ان احنا عندنا الصبغه الغامجه، وهم الصبغه اللي عندهم صبغه فاتحه، فهم عرضه للحروق اكثر منا. احنا عندنا هذه الصبغه مثل حمايه تحمينا من الحروق، ولكن مشكله التعرض للشمس فترات طويله تسبب عندنا مشكله التصبغات، وهم تبدو عندهم عاد على المدى البعيد مشكله الحروق ومشكله التجاعيد، وطبعا في الغرب تكثر مشكله السرطانات الجلديه نتيجه للحروق حروق الشمس. يعني انزين اذا بنتكلم عن يعني كيفيه العنايه بالبشره الحين، هل احنا نحتاج واقي للشمس؟ اي احنا نحتاج واقي للشمس في كل الحالات، يعتمد. يعني انت الحين اذا بتطلع، انا طبعا افضل ان دائما الحمايه نحطها لان احنا في شمسنا حاره، وعامل الحمايه ممكن نتكلم عنه بعدين شلون احنا نختار الحمايه المناسبه بالضبط. ولكن مثلا يعني عندك مشوار اللي هو 5 دقائق رايح وراد، اوكي ما في مشكله، ما انت كبشره ما في مشكله لان انت عندك هذه الصبغه اللي تحميك. بس اللي قاعد يصير بالصيف، لا في ناس قاعده تقعد تحت الشمس عشان تتشمس وتستمتع بالشمس سواء بهدف التان او بغيره، يعني في بعض الاهالي بيودون عيالهم يستانسون وحتى الاطفال يعني بغرض مثلا. هذا ترى بعد هذا موضوع ثاني، فيتامين د ان احنا كيف شلون نتعرض للشمس وناخذ فيتامين د، وشلون ان احنا بس هم ما نحرق نفسنا او ما ناخذ النتائج الاثار الجانبيه من حروق الشمس. طيب خليني اطرح بطريقه سؤال، انه والله سمعنا اكثر من معلومه انه والله التعرض اللي او الكسب فيتامين د يجب التعرض للشمس الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه، او المده ايش كثر اقدر اتعرض، الاماكن انا سمعت هني وهني واماكن معينه، انت يعني مختصه في هذا المجال وخير من يفتي في مثل هذه المساله ان شاء الله. الوقت واماكن التعرض اللي ممكن تنفعني في فيتامين د ان شاء الله. اول شيء فيتامين د ممكن ناخذه من الشمس نتيجه ان احنا عندنا هرمون بجلدنا الاشعه فوق البنفسجيه باء هي اللي تحوله، اوكي، فتحوله من العادي الخامل الى الفعال اللي هو نحتاجه في جسمنا. ممتاز. هذا المصدر زائد مصدر الاكل، في الاكل في البيض، في الاسماك الدهنيه، في اللحوم الحمراء يتواجد فيتامين د. اذا احنا ناكل اكل معتدل هم موجود فيتامين د بالدايت باكلنا. والمكملات طبعا المدعم، يعني مثلا عندنا الحليب المدعم، الخبز المدعم، وايد تلاحظون انه مكتوب عليه فيه فيتامين د. في بعض الشركات اصلا الزم حليب الاطفال لازم ضروري الزامي انه يكون حليب الاطفال فيه مدعم بفيتامين د. طيب هذا الاكل، هذا الاكل. احنا خلينا نتكلم عن اشعه الشمس، هل انا احتاج اخذ فيتامين د من اشعه الشمس؟ اي عشان ما يصير عندي نقص، تمام. طيب. بس هم اخذ بعين الاعتبار ان انا هم ممكن اركز على موضوع الاكل، ايش كثر الوقت ومتى الوقت في فتره طبعا لازم يكون فتره النهار. اشعه الشمس اللي هي الصيفيه، طبعا هي بالكويت ولا برا الكويت حتى. طيب. اشعه الشمس الصيفيه هي اللي تساعد على تكوين فيتامين د، والفتره الزمنيه ما بين 10 صباحا الى 3 مساء، يعني شويه بلس اور ماينس 10 ل 3، هذه افضل وقت. ولا اعلى ترى ولكن مو لازم انا اروح اقعد ساعه بالشمس. ايش كثر المده؟ اول شيء هي تتراوح من 10 دقائق الى نص ساعه، من 10 بس مو اكثر من كذي، يعتمد على البشره. طيب. يعني لما الفاتحين يكونون فيتامين د اسرع، الغامجين يحتاجون وقت اطول. تمام. التعرض يكون الرجلين، يعني الساق، الايدين، منطقة الوجه، منطقة الظهر، يعني يكون فيها امتصاص أشعة زينة. يعني ممكن مثلا نطلع بهالفترة مدة ربع ساعة نتعرض حق
ناخذ فيتامين د بعدين نرجع. اذا احنا بنسوي مو ثاني يعني ما افضل المصطلح الثاني اصلا ما انصح فيه طبيا ما انصح فيه لا بعدين نبي نطلع نكمل قعدتنا برا نحط الحمايه على المناطق كثر كافي عفوا يعني ممكن مده هالمره كافي وخلاص مره بالاسبوع مرتين يعني عاده الادويه يقول والله ثلاث مرات هو ما في شيء ثبت علما بس يقول لك ثلاث ايام بالاسبوع زين ثلاث ايام بالاسبوع اي ثلاث ايام بالاسبوع زين دكتورة عندك معلومات كثيرة ويمكن تدخلنا بالأسئلة والمشاهدين يسألون كيفية الاهتمام في البشرة اليوم الاهتمام في البشرة جدا مهم قلتي في أماكن ما أحتاج أني أستخدم فيها أو في أوقات ما أحتاج إذا كانت المدة قصيرة الحماية هذا موضوع يهمنا كلنا سواء كنا نساء أو رجال استخدام الحماية دائما نسمع في حماية فيزيائية في حماية كيميائية أنا شلون أحدد الحماية الصحيحة لبشرتي إذا كانت بشرتي مختلطة أو جافة أو دهنية ولا لا ألاقي الرقم 50-100 أنا لازم أختار هذا النوع من الحماية وطريقة الاهتمام بالبشرة أنزل. تمام في البداية الحمايات وايد بالسوق الحمايات معظمها حاليا اللي موجودة تكون عبارة عن فيزيائي وكيميائي مع بعض كومبايند الفيزيائية يكون فيها محتويين مهمين تيتانيوم دايكسايد تيتانيوم زنك اوكسيد وتيتانيوم دايكسيد يعني هذيلا نسميهم المعدنيه او الفيزيائيه الناس اللي بشرتهم حساسه او اللي عندهم بشره متهيجه او الورديه يفضل انهم ينتقلون على طول حق الحمايه الفيزيائيه ويفضل فقط ان ما يكون فيها كيميائيه شلون وشنو الماركات التجاريه او النوعيات التجاريه هذا ممكن الصيدلاني يفيدنا لما تروحون الصيدليه المريض يطلب طيب دكتوره في 30 و50 هذا الحين اتطرق له فالمريض يطلب يقول ابي حمايه فيزيائيه فقط انزين الحين ثلاث اشياء مهمه بالنسبه للحمايه اذا عندي مثلا حمايه الحين انا بروح اشتري حمايه اول شيء عندنا معامل الحمايه نسميه SPF مدى تغطية الحماية تغطي أي أشعة فوق بنفسجية ألف باء برود سبكترم هذه كلمة برود سبكترم هي هذه مهمة أنها تكون بالحماية معناتها أنها تغطي مو بس باء هي تغطي يعني تغطي ويف لينث طويل عندنا الووتر ريزيستنت كلمة الووتر ريزيستنت مختلفة عن الووتر بروف مصطلح الووتر بروف مصطلح السن بلوك هذا مصطلح نبي نلغيه مصطلح الووتر ريزيستنت هي الأضبط شو الفرق؟ كلمة يعني ووتر بروف ليش نلغي هذا ونخلي هذا؟ لأن هذه شغلات انترناشنال اتفقوا عليها منظمة الصحة العالمية عالمية. إيه إن الأفضل لما تستخدم مصطلح ووتر ريزيستنت وحتى يكتبون يمه رقم يا 40 يا 80 وهو يعادل عدد الدقائق اللي أنت تقعدها في الماء علشان يفقد مفعوله يفقد الحماية تفقد مفعولها انزين خلينا ناخذهم واحد واحد شنو يعني اس بي اف وشنو يعني برود سبكترم شنو يعني ووتر ريزيستنت زين الاس بي اف معامل الحمايه الرقم اللي فيه من تبدين يعني 15 او 30 عقب ما تصعدين عقبها مو وايد يفرق في نسبه العزل من الاشعه فوق البنفسجيه يعني اذا هو مثلا كان 15 وانت تتعرض للشمس مده 20 دقيقه تحترق تحتاج 15 ضرب 20 دقيقة من الوقت علشان تحترق إذا أنت حاط الحماية. أيوة. تمام؟ زين. حسبة يعني. حسبها تقريبا يعني بس هي يعني مجازا فال15 نقدر نقول هي تمنع أو تسوي بلوك حق الأشعة فوق البنفسجية بنسبة تقريبا 93%. طيب. الثلاثين SPF 30 تمنع بنسبة تقريبا 96-97%. الخمسين. أعلى. 98 فاصلة شيء بالمئة الفروقات بسيطة اي بس خلينا نقول احنا انصح ب50 هل يفرق شيء بعد ال50 لا ما يفرق هي انت وصلت 98% لها بالمده مده الوقت اذا انا طالعه مشوار نقول 7 ساعات وحطيت مثل ما تفضلتي 50% مشوارك بكله في الشمس ولا في الماء بالنهار يعني بالشمس اي في الماء ولا برا تنقلات الماء تنقلات بالشمس بس مو بالماء لا مو بالماء تمام لا علاقة بالماء لا علاقة في الماء لأن مثل ما قلنا عن موضوع الووتر ريزيستنت أنه ممكن في بعض الحمايات ما تكون ووتر ريزيستنت فأنت لما تحطها وتنزل المسبح أو تنزل البحر ترجع تحطها مرة ثانية صحيح الحين بالنسبة حق المشاوير النصيحة أن هم يسوون ري أبليكيشن يعني تحطينه الحين الصبح أول ما تطلعين قبل لا تطلعين بربع ساعة نص ساعة وتحطين الحماية بقدر كافي على خلينا نقول منطقة الوجه منطقة اليدين هم اللي بيطلعون مثلا في حالتك وقعدتي 3-4 ساعات 5 ساعات في الدوام تردين تحطينه مرة ثانية يفضل كل ساعتين إذا أنت بتردين تطلعين لكن إذا أنت قاعدة في الظل مثلا طول هالفترة 5 ساعات لما تيجين تطلعين تحطينه مرة ثانية
هذا يعني أفضل طريقة عشان نحط الحماية. الحماية الفيزيائية ممكن تكون بعد تغطي فترة أطول من موضوع الساعتين. يعني حماية فيزيائية ترى هي صحيح إن في بعض الناس بشرتهم اللي تكون معرضة لحب الشباب أو الدهنية وشي حماية فيزيائية ترى تأذيهم. تأثر عليهم صحيح. إيه وممكن بعد تسكر المسام وكذي. بس إن أرد وأقولك إن هي في العزل أقوى من الكيميائية. طيب. هو الدارج والطبيعي أن أغلب الصيدليات والأماكن اللي فيها الكريمات وتباع فيها هذه الشغلات أن يكون فيها ناس مثلا يعني للتسويق يقول لك هذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل. شنو الأفضل؟ أروح الدكتور حضرتك وأقول والله شنو اللي ينفع لي ويصلح لي أنا والمرأة تروح وتعطي أرقام مثل معين تقول شوف هذه الأرقام إذا كانت موجودة أخذها إذا موجودة لا أغير، ولا ممكن تعطي أسامي معينة لأنهم موضوع ممكن تجاري يعني هذا الجزئية. صح. أنا أنصح باستشارة الطبيب الجلدية خاصة إذا أنت مثلاً ممكن حتى لو ما عنده مشاكل. لا خلينا نتكلم عن الحماية. حلو. إنزين. الحين أنت تبدي تحط حماية وأنت ما أنت عارف شلون تختار الحماية. هل أنت ممكن تروح الصيدلية وترى الصيدلية مثل ما أن فيها مروجين للشركات فيها ناس بالصيدلية يشتغلون كفارماسيست يعني هو صيدلاني. صحيح. غالباً الصيدلاني اللي في الصيدلية يعني المفروض أنه ما يكون عنده ميول. ناحية ماركة تجارية معينة فيعطيك أكثر من أوبشن. أنا دائما عندي في العيادة أخير المريض في أكثر من نوعية أو أقول له مثلا أي نوعية يكون فيها كذا وكذا وكذا أو مثلا البشرة الدهنية أقول لهم مثلا أويل فري. بس خلينا نقول أنت مثلا إذا أول مرة ممكن أنك أنت تروح الصيدلية وتشوف الصيدلاني وتقول أنا أبي حماية حماية عادية يعني ومو شرط أن تكون ترى حماية غالية علشان هي تكون زينة يعني. ما على غصب. إيه. وتقول الحين ما شاء الله إحنا مثل ما تول قلت عن السوشيال ميديا والناس مثقفة وقامت تقرأ وقامت تسمع كأنتوا سمعتوا مني إن إحنا في 3 أشياء مهمة SPF والووتر ريزيستنس وهذا حق ناس يتبي تسبح طبعًا والبرود سبيكترم. فمثلًا أنت تقرر إن أنت تشوف هالثلاث أشياء وتقول له ورني شنو حمايات اللي عندك وتمسك وتقرأ. فلنفرض شخذيته وما ناسب بشرتك أو مثلاً صارت عندك مشكلة مثلاً. تحسست مثلاً. أي مشكلة صارت عاد مني خلاص روح حق الطبيب المختص روح حق طبيب الجلدية واطلب أنك تقابله وشوف شنو ممكن ليش أنا صار معي كذي وشنو البديل شنو ممكن يكون عندي يعني ممتاز. قولي عندك سؤال؟ لا خلاص عندك سؤال؟ عادة أسئلة يعني الأخصائيين الجلدية والأمراض عادة الثانية تحفزنا أسئلة كثيرة عندنا وهذه الأسئلة مباشرة أكيد المشاهدين لو نسمعهم يقولون هذه الأسئلة لكن كفيت وفيت دكتورة أصلا يعطيك العافية وإذا في كلمة بتقولينها أو نصيحة توجهينها خاصة إحنا في لازلنا في موسم الصيف ولا وتحديدا الرطوبة بلشت ديروا بالكم يعني على بشرتكم. أنا ما أنصح بالتان عشان المشاكل اللي تسوي يعني إحنا نقدر نستمتع بالصيف مع طرق الوقاية غير استخدام واقي الشمس. ترى يعني واقي الشمس لا يمنع من الامتناع عن التعرض للشمس إن إحنا نلبس القبعات العريضة علشان نمنع الشمس النظارات الشمسية نلبس الملابس الفضفاضة اللي تبرد علينا ونحاول نبتعد عن التواجد برا في أقصى درجات الحرارة. يعني إذا تبي تمشي ولا تتمشى ابتعد عن الوضع الحار أو درجات الحرارة العالية ونروح يعني في وقت في اليوم يكون أبرد ما يمكن يعني بالليل. مثلاً يعني أو داخل البيت نمشي يعني نحاول نحن نسوي أي أشياء بحيث نهوي بالضبط تهمل يعني نلبس فضفاض نلبس قطن بالذات بالصيف. شكرا دكتورة الله يسلمك يعطيكم العافية. سلمك مشاهدينا كل شكر ضيفتنا الكريمة الدكتورة منار الصقبي الأخصائي في الأمراض الجلدية والتناسلية بمركز عبد الكريم السعيد للأمراض الجلدية في فقرة عند افتخار بتقولها لكم. أكيد مشاهدينا نقول الغذاء جدا مهم ودائم هناك كلمة نرددها راقب غذائك. ومن أهم الوجبات عند كثير من الناس وجبة الفطور. تكون وجبة الفطور شهية خاصة إذا تناولناها مع العائلة أو بصحبة الأصدقاء. يعني هذه اللمة وهذه اللمعة جدا مفيدة من الجانب النفسي تعطينا الطمأنينة والمتعة. وصفة من ريوق اليوم راح تكون إن شاء الله وصفة خفيفة شهية دائما نقدمها لكم في برنامجنا صباح الخير الكويت مع الشيف شيخ المحمد نتابع معكم. مرحبا صباح الخير. اليوم أكلتنا وايد صحية، أكلة وايد حلوة وجديدة وشبابية، فراح أبدي معاكم بالمقادير. راح نستخدم الفواكه منها الفراولة والتوت الأسود مع التوت الأزرق، راح استخدم الروب اليوناني، الفستق، وهذا جرانولا أوريدي جاهز ومطبوخ بالعسل.
راح استخدم قالب كذي عمقه يعني بسيط مو عميق وايد عشان يبين معاي الشكل الجمالي بالتزيين. اول شيء احط الروب اليوناني، اصفه واخلي سطحه شويه مرتب عشان بحط عليه المكونات كلها. وقت الاكل طبعا راح يخلط الشخص اللي بياكل المكونات. راح ابدي اقص الفراوله بس اسويها ارباع يعني. حرصوا ان الفراوله تكون حاليه لان انا ما راح اضيف لها اي محليات، بس اذا حابين تقدرون تضيفون حق الاكله عسل لان الجرانولا اللي انا قاعده اشتغل عليها هي جرانولا جاهزه مطبوخه بالعسل. طبعا الجرانولا تقدرون تسوونها حتى في البيت، تطبخونها مع العسل مع اللي هو الحبوب مثل حبوب اللي هو يسمونه القرع مع الاوتس ويا السينمون مع العسل. راح ابدي ازين الطبق او اصف مكوناته عليه عشان يصير عندي تباين الوان. بهالطريقه راح احط التوت. طبعا هذا الطبق حق شخصين، تقدرون تقللون الكمية وتخلونها حق شخص واحد وطبق وايد اصغر ما في مشكلة. وايد بسيطة الاكلة ووايد لذيذة، تقدرون تسوونها حتى حق دوامكم من بالليل يعني تصفونها وتسوونها وتاخذونها معاكم بالدوام. بحط لون اخضر والفستق. حتى ألوانها تشوق حق ريوق الصبح. حتى اللي مسوي كيتو يقدر ياكلها لأن فيها بس توت، أنواع التوت. هذا الجرانولا لكم مطبوخ وجاهز، تقدرون تسوونه في البيت وتحطونه بعلبة زجاجية وتردون له بين فترة وفترة. وايد في طرق موجودة بالانترنت تقدرون تطلعونها. واخر شيء راح نحط رشة دارسين على الجرانولا عشان تعطيها الطعم الحلو. واذا حابين مثل ما قلت لكم العسل، بس انا اللي عندي الجرانولا اوريدي مطبوخة بالعسل فمو محتاجة. طبقنا اليوم كان وايد صحي وبسيط ولذيذ وألوانه وايد حلوة. وعليكم بالعافية وإن شاء الله نشوفكم في فقرات جديدة. واقدر اعليها
حياكم الله من جديد مشاهدينا. يعد المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب أحد أهم المعالم والحاضن للحركة الثقافية والأدبية في دولة الكويت، وهو يحظى باهتمام واسع من القيادة العليا في البلاد. وفي هذه الأيام يحتفل المجلس بالذكرى 50 على تأسيسه، يعني يوبيل ذهبي خالص. نقولهم بالمبارك ولو أنهم تأخر شوي، لكن يستاهلون المباركة والتميز. وبهذه المناسبة مشاهدينا، يسعدنا اليوم استضافة الأستاذ عائشة المحمود الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. صباحك الله بالخير. صباح النور، يا هلا. حياك الله معنا في هذا اللقاء، ومباركين على اليوبيل الذهبي 50 سنة، وإن شاء الله أعوام قادمة ومئات السنين إن شاء الله. أول شيء أنا أشكركم على هذه الاستضافة وهذه الفرصة الذهبية اللي تتاح لنا عشان نذكر باحتفالياتنا بمرور 50 سنة، ونذكر أيضا فعالياتنا اللي راح نقيمها بهذه المناسبة. ساعة مباركة ومشرفتنا ومنورتنا. وفي البداية ألف مبروك، وأيضا نبيل انطلاقة، شلون كانت للمجلس وأيضا أهدافه؟ طبعا المجلس مرسوم إنشاء كان في 17 يوليو 1973. طبعا المجلس الوطني أنشئ بهدف احتضان المواهب والإبداع الكويتي وتشجيعه وتحفيزه، وأنه يكون حاضن أساسي وناظم أساسي لهذه المواهب والإبداعات. طبعا عبر مسيرته الطويلة ب50 سنة قدم الكثير، بفضل المؤسسين، بفضل ما قدم عبر هذا المسيرة، بفضل أيضا الأنشطة. أيضا كان الهدف الأساسي من إنشاء المجلس الوطني هو التعريف بالثقافة العربية ونشر الثقافة الكويتية للعالم العربي، وهذا ما حققه كونه أصبح منارة ورافد أساسي للعالم العربي عبر الثقافة. ما شاء الله، ودائما المواسم في السنة ما توقف عندكم، يعني وخاصة حتى المواسم مدروسة في تواريخها وفي توقيتها. عندكم أيضا أنشطة صيفية، لكن عندكم احتفالية هذا اليوبيل الذهبي ستكون أيضا بوجود موسم شهر 9 راح يبلش. بس ودي أخذ معلومات أكثر التاريخ ونوع هذا الموسم. طبعا انا كما اشرت سابقا ان احنا احتفالياتنا كانت المفروض تكون في 17 يوليو 1973، فالمفروض ان تكون 17 يوليو الماضي، لكن نظرا ان احنا في فتره الصيف فتخيرنا ان تكون احتفالياتنا ضمن احد المهرجانات الاساسيه اللي يقيمها المجلس الوطني، وهو مهرجان صيفي ثقافي راح يكون ان شاء الله في سبتمبر القادم، في 3 سبتمبر القادم، على مسرح مركز جابر الاحمد الثقافي. ان شاء الله راح يقام حفل كبير وراح نحتفي فيه باطلاق هذه الاحتفاليه. ممتاز. احتفاليه اليوبيل الذهبي للمجلس الوطني، وراح تستمر هذه احتفالية على مدى عام كامل وصولا إلى مهرجان الجرين الثقافي اللي راح يكون في فبراير القادم. فراح تحمل كل الأنشطة التي يقيمها المجلس الوطني، سواء كانت أنشطة دورية، أنشطة خارج خارطة الأنشطة الدورية، سمة الاحتفال بمرور 50 عام. طيب، يعني هذا التاريخ العريق على مرور هذا الصرح أو هذه الهيئة أو هذا المجلس تحديدا، أكيد هناك إنجازات، يعني توالت هذه الإنجازات واللي وصلتوا له من بعد هذه الإنجازات. خلينا نستذكر بعض من هذه الإنجازات أبرزها على الساحة واللي لها بصمة وأثر جدا كبير. طبعا يصعب علينا حصر ما قدم المجلس الوطني عبر مسيرته خلال 50 عام، لكن راح نشير إلى بعض العلامات البارزة التي تعد علامات سواء على مسيرة الثقافة الكويتية أو الثقافة العربية. طبعا المجلس الوطني معروف في السلاسل الدورية اللي يقدمها، طبعا سلسلة عالم المعرفة، سلسلة إبداعات عالمية، الثقافة العالمية وعالم الفكر، المسرح العالمي، هي سلاسل قديمة جدا أنشأها الرواد، بعضها كان بالسبعينات، بعضها كان في الستينات. طبعا احنا نحتفي فيها، سعيدين جدا فيها، الشارع العربي محتفي فيها ومصدر فخر لنا كثيرا. طبعا المجلس الوطني أيضا أسس عدد من المهرجانات السنوية المؤثرة والمهمة، منها مهرجان الجرين الثقافي، وهو المهرجان الثقافي الأهم لدولة الكويت، الأكبر لدولة الكويت. يلي أيضا عندنا مهرجانات لها علاقة بالموسيقى، لها علاقة بالمسرح، مهرجان صيفي ثقافي، مهرجانات للأطفال مثل مهرجان أجيال المستقبل. طبعا إلى جوار ذلك المجلس الوطني يقدم جوائز مهمة جدا مثل جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية، وهي أرفع جوائز في الدولة، يسعونها الكثيرين حتى جدا عليها. وتحصد صدى وتحصد اهتمام سواء من القيادة العليا أو أيضا من جمهور المبدعين والراغبين في الحصول عليها. صحيح. أيضا إحنا عندنا قنوات تشجيع المجلس الوطني حرص أن يعززها ويستمر فيها من بداياته إلى اليوم، مثل تشجيع المؤلفات الكويتية، دعم الإبداع الكويتي، دعم المطبوعات، إجازات التفرغ الفني والأدبي، هذه كلها تحسب للمجلس الوطني عبر مسيرته الطويلة. يعني ما شاء الله 50 سنة، يعني أنتم أهل للخبرة وأهل للعراقة، وجود هذه الخبرة الكبيرة ممكن يكون في تعاون مع دول خليجية عربية عالمية لكسب هذه الخبرة. أنتم بالصدارة 50 سنة، أعتقد أنتم أقدم يعني مجلس وطني ثقافي في الخليج على الأقل، إذا ما كان في الوطن العربي. في هذا النوع من التعاون معكم مع دول شقيقة، دول صديقة؟
طبعا بالتأكيد، يعني احنا الشراكات شيء أساسي ضمن استراتيجيات المجلس الوطني. بهذه المناسبة المجلس الوطني أطلق استراتيجيته في شهر ديسمبر الماضي. هذه الاستراتيجية ستعزز هذا التعاون، هو موجود وحاضر عبر مسيرتنا الطويلة، لكن احنا سنعزز هذا التعاون عبر الشراكات سواء على مستوى الدول العربية والأجنبية. احنا طبعا لو يستعرض استعراض بسيط لتاريخنا راح نجد ان عندنا اتفاقيات، مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، أنشطة ثقافية، أسابيع ثقافية خارجية تعرف بالثقافة الكويتية، وأسابيع ثقافية من دول مختلفة من كل القارات تعرف بالثقافات الأخرى داخل دولة الكويت. إلى جوار ذلك في كل مهرجاناتنا راح نجد هناك صبغة عربية أو نشاط عربي أو نشاط عالمي يعرف بذلك. عبر استراتيجيتنا راح نطور هذا التعاون، لن يقف عند حدود الدول إنما يتجاوزه إلى المؤسسات الثقافية. راح يكون عندنا تعاون مع مؤسسات ثقافية في دول الخليج أولا طبعا، وهي الأولوية بالنسبة لنا، يليها الدول العربية والدول الأجنبية. أيضا على مستوى الكويت الداخلي هناك الكثير من التعاون مع مؤسسات داخل دولة الكويت. جميل جدا. الكويت دائما وأبدا هي منارة للثقافة والفن والإبداع، وهي أهل لذلك صراحة. إذا بتطرق معاك أستاذة عايشة للمهرجان الصيفي، عندكم أنتم بصدد انطلاق هذا المهرجان، خلينا نحكي عن أكثر تجهيزاتكم الانطلاقة. طبعا احنا السنه هذه الدوره 15 لمهرجان الصيفي الثقافي. السنه هذه الدوره تتميز باكثر من شغله، ان احنا هذه الدوره نعود بعد انقطاع، احنا توقفنا بسبب الجائحه من عام 2019 لم تقام اي دوره. هذه الدوره الاولى التي تقام من بعد الجائحه. طبعا احنا سعداء بان احنا ننعش الحياه الصيفيه. الحمد لله اخيرا. وايضا راح ياخذ صبغه اخرى، احنا عاده كنا نفصل المهرجانات، هناك مهرجان للاطفال والناشئه يقام في فتره الصيف، ومهرجان صيفي ثقافي وهو موجه لفئه الكبار. هذا العام قررنا ان تكون صيغه المهرجان مكتملة تخاطب كل فئات المجتمع. صح. أطفال ويافعين وكبار، فبالتالي رح نجد فيه تنوع، رح يكون في أيضا تنوع على صعيد التعاونات. هناك تعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين، هناك تعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تقديم الأنشطة، هناك تعاون أيضا مع بعض جهات القطاع الخاص. سنقيم حفل كبير مثل ما أشرت سابقا بالافتتاح، رح يليه تقديم عدد من الأمسيات الشعرية، المحاضرات، عروض مسرحية مميزة محلية، رح تقام أيضا عروض موسيقية عالمية مستقدمة من الخارج. فهناك تنوع كثير. هذا اللي راح يكون 3/9 ان شاء الله، وكان المفروض يكون 25/8. هو كان المفروض يكون شهر 8، تخيلنا انه يروح مع بدايه الموسم الثقافي عشان استقطاب الحضور الاكبر. المكان مهم غاده ايضا استاذه عائشه في استقطاب جمهور اكثر، مثلا الوصول للجمهور بدل ان يتم استدعاء الجمهور. صحيح. وجوده مثل اماكن تجاريه، اماكن ترفيهيه، وتكونوا موجودين بطرق او باخرى ببوثات او غيره من اشكال التواجد. ماذا عن هذا المهرجان؟ هل سيكون موجود في مكان معين تقولين لنا، او سيكون مثلا تقليدي في مبنى المجلس، ولا وين راح يكون؟ احنا انتهجنا هذه السياسه منذ مده، ان احنا نكون نخرج بالثقافه الى الشارع، الى الجمهور، عشان نخاطبه ونكون اقرب لاماكن تواجده. طبعا بدات مع مهرجان الجرين، وحاليا نبداها مع صيفي ثقافي. ستكون هناك تنوع في اقامه الانشطه، بعض الانشطه تقام في المجمعات التجاريه، مجمع الافينوس، بعضها تقام في مكتبه الكويت الوطنيه، ايضا بهدف التعريف بهذا الصرح الثقافي المؤثر والكبير، بعضها في رابطه الادباء، في مقر رابطه الادباء، البعض الاخر في المسارح. احنا في عندنا اماكن متنوعة كثير في الاماكن اللي ستقام فيها الانشطه. طيب فينا ناخذ شوي تفصيل عن هذه الفعاليات والانشطه اللي راح تقام خلال هذا المهرجان؟ الاهم انه راح يكون في حفل الافتتاح اللي راح تطلق من خلال احتفاليه مرور الخمسين سنه. حلو. راح يكون في امسيه شعريه كبيره تقدمها شاعره العرب عائشه السيفي بالتعاون مع رابطه الادباء، وهي بدايه الموسم الثقافي لرابطه الادباء بالتعاون مع المجلس الوطني. حلو. ستكون هناك ايضا محاضره ادبيه لزهران القاسم وهو الفائز بجائزه البوكر العربيه. سيقام عرض مسرحي، مسرحيه المحترمين. سنقدم عدد من العروض الموسيقيه، هناك عرض موسيقي قادم من تركيا، عرض موسيقي من الاردن، عرض موسيقي فرنسي، سيكون هناك تنوع. استمتاع. لوحات عالميه موجوده في هذا المهرجان ان شاء الله. باذن الله. في حجز مسبق، يعني عاده الفعاليات يكون مثلا والله دشوا على اخذوا الرابط وسجل وادفع وكذا، شو النظام عندكم؟ اذا اتوقع كل شيء مجاني ولا في شيء؟ هو اغلب الانشطه اللي نقدمها مجانيه. احنا هدفنا الاساسي انها تكون مجانيه ومتاحه للجميع، لكن بعض الانشطه بهدف غايات التنظيم تكون برسوم رمزيه جدا. رمزية. وحجز مسبق يعلن عنه عن طريق منصات التواصل الاجتماعي تابع المجلس، انستغرام وتويتر، ويكون في لينك يدخلونها ويحجزون، هو رسم رمزي جدا للعرض. جميل جدا. هل راح يكون هناك عرض للانشطه والفعاليات من خلال هذا الويب سايت؟ بالتاكيد قريبا راح يكون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، راح تنزل دعوه رسميه متضمنه كل الفعاليات عن طريق الكيو ار كود يستعرضها الجمهور. الواحد ينتقل المكان اللي يبيه ويحضر له ويستمتع. ان شاء الله. في عند يعني الشباب خاصه هذه الفئه وهي الاكثر في الكويت عددا، والاعمار اللي خاصه الجانب التطوعي فيهم.
صحيح. فأيضا اهتماماتكم موضوع التطوع في مجال أو من ضمن المجالات عندكم مجال التطوع اللي بيتطوع مثل هذه الفعاليات أو يحب يأخذ خبرة ويكتسب وتكون دورة كأنها دورة تدريبية مجانية. صحيح، احنا هذه احد مجالات اهتمامنا في المجلس الوطني. احنا عندنا مذكره تفاهم مع الهيئه العامه للشباب. حلو. وبالفعل بدانا بتفعيلها، بدات مع معرض الكتاب الدولي في دورة السابقه في 22. كان في مجموعه من الشباب شاركونا في تنظيم هذا المعرض، وايضا احنا حريصين على اشراكهم في كل انشطتنا. ممتاز. وجودهم يضيف لنا وبقدر ما يكسبهم خبره. جميل جدا. للمجلس الوطني الكثير من الاصدارات مثل ما تحكيتي عنها استاذه وتكلمتي، اخر اصدار شنو؟ حاليا احنا نصدر السلاسل بمواعيدها الدورية، آخر إصدار مجلة العربي الأخير، مجلة العربي العدد الأخير لهذا الشهر، المجلة المحبوبة محليا خارجيا عربيا ما شاء الله، مصدر فخرنا بالتأكيد. فعلا فعلا مصدر فخر. أيضا غادة أستاذ عائشة، الخمسين سنة هذه ما كانت فردية للمجلس أنه ينجح فيها، أكيد في شراكة وفي مؤسسات سواء أهلية وحتى حكومية. منو كان معاكم طوال هذا المشوار ويعتبر من المؤسسين أو شراكة دائمة نسميها في مثل هذه الخمسين سنة واليوبيل الذهبي؟ طبعا هناك العديد من المؤسسات على مدى مشوارنا الطويل يصعب أن نحصرها، لكن هناك بعض المؤسسات اللي تمثل شراكات استراتيجية مع المجلس الوطني، رابطة الأدباء بحكم اقترابها منا، المسارح الأهلية بحكم اقترابها منا، طبعا الفرق الخاصة، الفرق الموسيقية الخاصة، لأن احنا نشتغل معهم بشكل دائم، فهم يمثلون شراكات استراتيجية. طبعا مؤسسة الكويت التقدم العلمي لا يمكن نسيان دورها، الكثير من المؤسسات ذات الصلة هي تمثل شراكة دائمة معنا على كل المستويات. طيب احنا بنسترق منكم بعض المعلومات حول الخطط التطويرية المستقبلية للمجلس اللي قاعدين تعدونها وتشتغلون عليها، نعرف منها. اي طبعا، احنا طبعا في ضوء الاستراتيجيه اللي عم نعمل عليها حاليا وبنطورها ان شاء الله قادما، فمن ضمن الاشياء اللي نعمل عليها تطوير معرض دوره معرض الكتاب الدولي القادم اللي راح يكون في نوفمبر، راح تكون ان شاء الله دوره مختلفه. ايضا مهرجان الجرين الثقافي اللي راح يكون في فبراير راح يكون شكل مختلف. هدفنا ان احنا النهوض بانشطتنا، احنا قدمنا لها الرسوخ، صارت معروفه لدى الجمهور، في اقبال جماهيري عليها، لكن هدفنا ان احنا ننقلها الى خطوه اخرى، عتبه اخرى تقدم للجمهور بشكل افضل يوازي الطموح. جميل جدا، عسى الله يوفقكم ومبروك مره ثانيه اليوبيل الذهبي. شكرا لكم. عقبال ان شاء الله مزيد ماسي. مزيد ان شاء الله. اي والله الماسي اللي هو مئويه ان شاء الله، مئويه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله مئويه واكثر من الانجازات والنجاحات. شكرا استاذه عائشه، اذا في كلمه ودك تقولينها للمشاهد الكرام. انا اشكركم واشكر هذه الاستضافه من جديد، اشكر الجمهور وادعوه انه يشارك معنا في مهرجاننا صيف الثقافي القادم بما ان اقرب المهرجانات ان شاء الله، لان وجودهم هو معيار النجاح الاساسي لنا. شكرا لوجودك معنا، حياك الله، موفقين يا رب العالمين. شكرا، حياك الله. شكر الجزيل لضيفتنا الاستاذه عائشه المحمود، الامين العام المساعد لقطاع الثقافه في المجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب. وين بتودينا نواف؟ الى فقره، وهذه الفقره تكلم عن الزراعه المنزليه، وهو يهتمون بعالم النباتات وكل ما يتعلق بهذه او هذا الجمال في البيت والزراعه المنزلية. هناك طرق للعناية والرعاية النباتات المنزلية ضرورية لتنمية وتطوير وزيادة الإنتاج. اليوم فقرتنا نبتة تسلط الضوء على ثقافة الزراعة المنزلية وكل ما يرتبط بها مع الأستاذ علي الحمد. صباح الخير. كثير من الناس تسأل شنو نزرع في الصيف أو شنو النباتات تتحمل أجواءنا الصيفية. أنا جمعت بعض الأشجار قدامكم كلها مناسبة حق فصل الصيف. طبعا في أنواع ثانية بس هذه الأشياء الأشجار الدارجة عندنا متوفرة عندنا في المشاتل، في أي مكان تلاقيها موجودة وأسعارها متناول الجميع. مثلا تاكوما عندنا وايد جميلة، طلع أوراد ورد مثل ما انتم شايفين حق برضو تحمل أجواءنا الصيفية. طبعا هذه الأشجار إذا غطيتها بروكلين في الصيف طبعا افضل، ما غطيتها ما راح يضرها شيء، راح تعيش، تتعب شوي، تصوفر شوي، بس ان شاء الله ما تموت. كذلك النوع الثاني اللي هو الفل، مثل ما انتم شايفين احنا الحين فصل الصيف وشوفوا التزهير ماله، فيعطي ازهار ممتازه ويتحمل اجواءنا ما يتعب. كذلك عندنا ياسمين الهندي، هذه شجره معمره وتتسلق، وكذلك تطلع ورد وردي واحمر وابيض، تحمل أجواءنا.
وأحسن شيء في الصيف عندنا يتحمل ما يحتاج تغطية ما يحتاج أي شيء اللي هو الفتنة. الفتنة صحيح أنها بطيئة النمو بس أنا أسميها جبارة صراحة لأنها تتحمل أجواءنا، ما تحتاج عناية، ما تحتاج تسميد، ما تحتاج مكان حق الجذور، يعني مناسبة جدا حق أجواءنا الصيفية في الكويت. عندنا الشيء الأساسي عندنا في الكويت اللي هو السور الحديقة مالنا، غالبا الناس قاعد تحط كركابس، كركابس مؤذي يؤذي البنية التحتية ويؤذي الزرع اليمة، يسحب منه الماء، يسحب منه الفيتامينات، يؤذي وايد، وهي تجربة شخصية من عندي أنا. كنت حاط كركابس شلته حطيت مكانه كف مريم، كف مريم ما يحتاج تسميد، ما يحتاج عناية، ما يحتاج أي متطلبات زيادة. اللي يحتاجه بالضبط، أول ما تزرعه تشتريه في الشتاء تلاقيه كبيرة. نصيحة من عندي، لا يغرك أنت تأخذها كبيرة، ترى أنت أول ما تغرزها بعد أسبوع من غرزها راح تقصها من النص، يعني هذا كله راح نشيله ما نبيه. ليش؟ نبيها تدفع من تحت عشان تسكر، عشان تسوي لي سور. تسكر من تحت أول شيء وإذا ست أشهر تدفع تحت، بعدين تخليها ترتفع شوي شوي، كل نص متر ارتفاع نقص منه ربع متر لما تسكر المسافة اللي نبيها. تحتاج بالشتاء بس يوريا كل أسبوع، تقص تحتها شوية يوريا وتعطيها ماي وتقليب، ما تحتاج أي عناية، ما تحتاج أي شيء، مسالمة، أي شيء ينزع يمها يعيش معاها، ما تحتاج أي عناية زيادة. النباتات اللي يمها راح تكون راضية عن الوضع اللي معاها، ما تأذيها، ما تسحب منها ماي، ما تسحب منها غذاء، وشكلها جميل. الحلو فيها بالإشتة تعطيك لونين، بالإشتة تعطيك لون أخضر غامج والخلفية تعطيك بنفسجي، فشكلها يصير وايد جميل لما يضرب فيها الهواء، تعطيك لون بنفسجي مع لون الأخضر. بالصيف لا، تعطيك اللون الأخضر التفاحي وتعطيك من وراء أبيض، هم كذلك شكلها جميل، تعطي شكل حلو أحسن من الكنكاربس، وما تجمع أي شيء، وصراحة مسالمة حق باقي النباتات. أتمنى أنكم استفدتوا من الفقرة، وإن شاء الله نشوفكم فقرات ثانية إن شاء الله. مشعلنا فجاءنا رائد الفرسان مشعلنا، يشد أزرا لوأد الخوف والخطر، أمضى السنين يفادي ترب موطنه ويبذل الجهد في صبح وفي سحر. ومشعل عظيم الحظ في كل بيقى، أكرمنا ربي في يومه عطانا، حبا والانصاف، والله ما نندم مشعل ورانا. يا إله أننا سبعا بلا عدد، آمين، وصور الخلق إبداع من الصور، آمين، نقدم على هذه الأجائع، آمين، وصل الدار من قبل ومن ضار، آمين. عطلة نهاية أسبوع جميلة نتمناها لكم، وبما أن اليوم الخميس وكلنا عندنا جدول في هذا اليوم رغم الرطوبة، فجمعة الأهل والأسرة جدا مهمة اليوم،
بروا أبنائكم يبرونكم إن شاء الله عند الكبر. ولا شايك نواف؟ بالتأكيد البر مطلوب في الأبناء والآباء والأبناء وكليهما يبرون بعض، لكن أيضا الآباء يحتاجون إجازة الخميس والجمعة، فيعني طلعوا إجازة. وإحنا نشكركم على المتابعة وكرم المتابعة. وصلنا معكم الختام، موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم. شكرا افتخار، شكرا غادة. شكرا لك نواف، شكرا افتخار، شكرا لكل من تابعنا وكان معنا خلال هذه الساعات اللي قضيناها وياكم من الساعة 8 للساعة 11. أتمنى لكم إن شاء الله يوم جميل، إجازة سعيدة لعيونكم يا رب العالمين، واستمتعوا بكل لحظة وساعة وابتسموا وانسعدوا، لأن اللي يبتسم ويسعد نفسه راح يظل على طول سعيد. أشوفكم على خير، مع السلامة. ولا بيطلع.